بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا بكم ويوم جديد من ايام الريمونتادا الزمالك والهلال السعودي طبعا مباراه طبعا طبعا عشاق الكره المصريه بتستناها خصوصا جمهور نادي الزمالك المباراه المهمه كاس السوبر المصري السعودي او كاس سوبر لوسيل اللي هتتلعب ان شاء الله بكره في قطر، مباراه طبعا في غايه الاهميه، مباراه بتجمع بطل الدوري المصري نادي الزمالك، بطل الدوري السعودي نادي آه الهلال، مباراه آه للكبار. انت بتتكلم على دوري مصري وبتتكلم على دوري سعودي، ففرقتين وف... بحجم الزمالك والهلال، فاكيد دي مباراه بتبقى للمتابعه، مباراه الناس كلها بتقعد آه الموسم بيبقى طويل بغض النظر مين فايز ومين خسران كلنا عارفين ان دايما بتحصل مقارنات ما بين الدوري المصري والدوري السعودي وانهي اقوى ده بيبين ان الدوريات في منتهى القوى سواء في مصر او السعوديه مع وجود فرق كبيره وطبعا اكيد هيبقى في متابعه كبيره جدا في الوطن العربي للمباراه آه دي طبعا مباراه يعني الزمالك عدى على حاجات كتير جدا السنه دي ويعني عمل دوري السنه دي للتاريخ وقدر ان هو يتحصل على البطوله رغم الصعوبات اللي كانت بتواجهه في البدايه وعشان كده انا بقول ان الامور يعني متقاربه شويه يعني حتى احنا بنتكلم على شعبيه الناديين لما بنتكلم حتى على الظروف اللي واجهت الفريقين وهم بيحرزوا بطوله الدوري السنه دي سواء في مصر او في السعوديه برضو الزمالك قابل وواجه عقبات كتير ومشاكل كتير ومجالس اداره ولجان معينه وفي نفس الوقت كان في طبعا حرمان من القيد بالنسبه لنادي الزمالك فده حرمه من صفقات والناحيه الايجابيه ان ابتدت الناشئين تطلع البدايه ما كانتش كويسه نادي الزمالك في البدايه فقد ابنات كتير لقى ان الدنيا مش كويسه فغير المدرب فيريرا جه ظبط الدنيا بدا نادي الزمالك يشتغل بشكل كويس بدا نادي الزمالك يبقى له شكل ويبقى له طعم مختلف تماما عن المنظر اللي بدا بيه بطوله الدوري وقدر بعد كده ان اللعيبه تخش في في الدور اللي بيعمله فيريرا وكل واحد قدم الدور اللي هو عايزه وقدر فيريرا بصراحه ان هو يدي لكل لعيب المهام اللي هو من وجهه نظره شايف انه يقدر يأديها وقدر ان هو يطلع من كل لاعب في نادي الزمالك اللي يقدر عليه. طبعا بيبقى الموضوع فيه صعوبه اما يبقى انت عندك حرمان من القيد وما يبقى عندك لعيبه صغيره طالعه ما عندهاش ثقه في في البدايه ما عندهاش خبرات خصوصا كمان ان انت في وسط الطريق كمان ما بيكملش معاك اللعيبه اصحاب الخبرات الكبيره وبيمشي من عندك لعيبه مهمه جدا جدا وجمهور نادي الزمالك كان في غايه الاله اما يقول لك بن شرقي ماشي وطارق ماشي وابو جمل مش مكمل ونجم مش مش مكمل ولكن زي ما بقول قدر نادي الزمالك انه يتغلب على الصعوبات دي كلها بل على العكس يمكن قدم افضل اداء ولما جت الثقه آه لفرقه نادي الزمالك قدر ان هو يختم الدوري بطريقه افضل كتير من اللي بداها وبقى اللعيبه عندها حته الثقه وان المكسب بيجيب مكسب وده وضع طبيعي في الكوره نفس الموضوع بالنسبه لفرقه الهلال يمكن برده اتحاد جده السعودي كان عامل موسم كبير جدا وكان هو الاقرب لبطوله الدوري وكان فارق على الهلال يمكن وقت من الاوقات و وتسع نقاط ولكن النادي الهلال نادي كبير ويقدر ان هو يعود وهي ديت شيم الانديه الكبيره، قدر نادي الهلال ان هو يرجع في وقت من الاوقات خصوصا مع المباراه الثانيه اللي كان بيلعب فيها الديربي مع اتحاد جده وقدر انه يفوز على اتحاد جده كان وقتها الفرق ست نقاط قدر يخلصهم لثلاث نقاط وبعد كده طبعا يمكن مع مفاجاه بعد كده من الطائي ان هو يكسب اتحاد جده والهلال ابتدى يمشي في سكه الانتصارات قدروا ان هم يتعادلوا لحد ما قدر الهلال برضو رغم صعوبه الموسم بالنسبه له ان هو يتحصل على بطولة الدوري. مباراة طبعا متوقع طبعا ان هي هيشاهدها طبعا جمهور كبير جدا في الملعب سواء من الجانب السعودي او الجانب المصري. المباراة طبعا هتبقى بكره الساعة آه 8 مساء على استاد لوسيل بالدوحة اللي بتستضيف المباراة. طيب تعالوا نشوف التصريحات آه بتاعت المباراة ونشوف فيريرا قال ايه عن المواجهة لأن طبعا دي مواجهة بالنسبة له مهمة جدا طبعا كلنا عارفين أن يعني طبعا برضو حتى الجوائز المادية هتبقى كويسة الكسبان هياخد مليون ونص دولار والخسران هياخد مليون دولار طبعا هي أكيد بطولة شرفية ولكن في الأول وفي الآخر طبعا أكيد كل فريق بيسعى أن هو يفوز خصوصا أن أنت هتلعب مع فريق كبير جدا تعالوا نشوف تصريحات فريرة قبل المواجهة قال ايه؟ قال لك الزمالك في الوقت الحالي لديه تصور لاي مباراه مهما كان الخصم الذي سنواجهه فلدينا جانب خططي خاص بنا ونتعامل مع الخصم كمشكله نحاول حلها وهذه هي طريقتنا خلال المباريات ال 30 الماضيه. اعشق النهائيات واحب الفوز بها الهلال بطل اسيا لكن الزمالك خاض موسما صعبا وخرج متوجا بالالقاب. جاهزون لمواجهه الهلال وسنعمل كل ما في وسعنا خلال المباراه ونتمنى ان تسير بصوره جيده. أناشد الجماهير المصريه وجماهير الزمالك سنعتمد على مساندتكم لنا في ملعب لوسيل ونعدكم بتقديم اداء قوي والظهور بشكل جيد. طيب هلا طبعا لحضراتكم مع تصريحات فريرة ولكن خلوني برضو اخد نجم من نجوم نادي الزمالك القدامى ومدرب نادي الزمالك السابق كابتن امير عزمي مجاهد واخد رايه في مباراه الغد وشايفها ازاي يا كابتن امير منور من الدنيا كابتن بركات كل سنه طيب يا كابتن ربنا يخليك وانت طيب يا حبيبي قول لي يا امير مباراه في غايه الاهميه بالنسبه لنادي الزمالك في مباراه يعني نعتبر بدايه السيزون الجديد طبعا انا بقول هي مباراه شرفية يعني هي في الأول وفي الآخر مباراة شرفية ولكن قوة الفريقين أكيد كل م... فرقة هتسعى للفوز يعني طبعا متفق معاك كابتن بركات طبعا مباراة شرفية لكن أهمية المباراة طبعا اللي أنت بتلعب على استاد هيتلعب على كأس عالم مباراة القنوات كتير نقلاها بتلعب مع فرقة محترمة فرقة بطل آسيا فرقة الهلال الزمالك بطل الدوري المصري فمباراه اهميتها في النقطه اللي انا بقول لك عليها دي لكن انا شايف المباراه هتبقى قويه فرقة الهلال طبعا مع مدرب ريمون مدرب كبير عندهم عدد من المحترفين كويسين جدا عندهم برضو عدد لعيبه من المنتخب السعودي شرف برضو نادي الزمالك مع مدير فني كبير في العراق معهم برضو مجموعه محترفين كويسين ومجموعه برضو لعيبه تبع يعني تتبع المنتخب مصر فشايف المباراه اهميتها في النقط اللي انا قلت لحضرتك عليها دي طيب امير يعني طبعا انت كنت طبعا في وقت من الاوقات كنت مع جروس وفي الوقت اعتقد اللي أنتوا لعبتوا فيه نادي الهلال بالظبط في كنا في السعوديه المباراه 2-1 وعملتوا مباراه كبيره جدا رغم طبعا يمكن كان الهلال برضو في افضل مستوياته ولكن قدر الزمالك ان هو يفوز على الهلال وسط جمهوره شايف الزمالك ممكن يكرر الموضوع دوت بص يا كابتن المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها دي يمكن نادي الهلال هو اللي كان متسيد المباراه كان اكثر خطوره لكن الفتره دي او المباراه دي احنا قدرنا نسجل هدفين يمكن الهلال كان بول بوزيشن معاه لكن احنا بالكورتين اللي رحنا بيهم الشوط الاولاني قدرنا نحرز هدفين كان حمد النجاس على ما اعتقد وكان كاسونجو المباراه دي مش شرط اللي انت تبقى كويس تكسب ومش شرط اللي انت تبقى وحش فتخسر المباراة دي بتبقى في الاول والاخر اللي بيبقى مركز دفاعيا كويس جدا ان انت عارف يا كابتن بركات انت لما تبقى مسيطر على الكورة وبتهاجم بيبقى في مساحات في ظهر الفرقة اللي بتعمل كده فيمكن ده اللي احنا استغلناه في المباراة دي اللي حتى لو انا فاكر الجونين كان كلهم كونتر اتاك الاثنين كونتر اتاك فزي ما بقول لك مش شرط اللي انت تبقى متسيد المباراة وتكسب المباراة لكن اللي بيبقى مركز دفاعيا كويس جدا وبيستغل الفرصة اللي له لو جالك فرصة أو فرصتين تستغلهم ده اللي بيبقى أقرب للمباراة لكن أنا ما أقدرش أقول لك النهاردة يعني مثلا أتوقع لك لا أنت المباراة زي ما حضرتك قلت في البرومو فرقتين جامدين فرقتين عندهم محترفين عندهم مديرين فنيين يعني انا شايف المباراه بكره اهميتها هتبقى من الاثنين مدربين واحد رامونديز مدرب كبير جدا من المدربين المصنفين نفس القصه شرحه في نادي الزمالك فانا شايف المباراه بره الخطوط هتبقى قويه بين بين الاثنين لكن ما اقدرش اقول لك او هيبقى صعب جدا التكهن لكن زي ما قلت لك الهلال فرقه محترمه فرقه معاها محترفينها يعني حتى هم عدد المحترفين عندهم اكتر هنا من الدوري المصري فان شاء الله باذن الله انا كمصري وكزملكاوي اكيد اتمنى ان شاء الله باذن الله الزمالك باذن الله يقدر يعمل نتيجه ايجابيه باذن الله ويحرز الكاس باذن الله طيب امير تفتكر فرص مشاركه مثلا زكريا الوردي وابراهيم النضاي وهم مع البعثه ولاعيبه جداد على الفرقه تفتكر فيريرا ممكن يديلهم من البدايه ولا ممكن يصبر عليهم شويه بص هو انا يمكن انا كنت شويه كده قاعد يعني بتصفح في النت فهو تقريبا صحفي مغربي ساله على زكريا الوردي فقال له قال اللي هو لسه جاي واللعيبه اللي تبقى لسه جايه جديده بتبقى محتاجه وقت فانا شايف هيبقى صعب يا كابتن ياخد جزء في المباراه لكن ان انت تبدا مباراه زي دي برده انت ما تنساش يا كابتن الاثنين دول جايين ما عملوش فتره اعداد والزمالك برده لسه ناهي الدوري واللعيبه جاهزه او معظم اللعيبه جاهزه فبيبقى صعب لكن انت ممكن تشركهم مثلا ممكن الراجل يكون فكر جزء من المباراه ربع ساعه ثلث ساعه لكن انا اقدر اشرك لعيبه لسه جايه جديده الموضوع هيبقى الموضوع صعب لكن انا برضو عايز اقول لك على نقطه على الطبيعي الطبيعي النادي الزمالك اكثر جاهزيه من الهلال يمكن الهلال لسه بادئ في السعوديه بقى له ماتشين آه كان فتره اعداد فانت عارف برضو الفرق اللي بيبقى بتلعب ماتشات كتير من الزمالك لسه الدوري ممكن من 8 9 ايام فالفرقه بتاعه الزمالك انا شايف بدنيا المفروض الطبيعي اللي هي تبقى اجهز من الهلال مم. فدي برضو يبقى دي نقطه عايزين نحطها اللي المفروض يبقى في فرصه للزمالك اللي هو يبقى افضل او عنده الافضليه من الجانب البدني في المباراه، لكن ارجع لسؤال حضرتك انا شايف اللي هيبقى في صعوبه اشراك الاثنين من البدايه، لكن ممكن على اجزاء من المباراه حسب برضه احتياجات المدير الفني وحسب نتيجه المباراه. كابتن امير عزمي مجاهد طبعا اشكرك شكرا جزيلا طبعا اكيد طبعا كل امنياتنا لنادي الزمالك طبعا بالتوفيق بكره ويعمل مباراه كبيره ويبقى البطوله ان شاء الله مصريا طبعا ده كان وجهه نظر الكابتن امير عزمي مجاهد ورؤيته لمباراه طبعا الغد طبعا يمكن انا بس يعني يمكن اختلف بس مع امير في حته حته الجاهزيه او كده برضو الزمالك عامل موسم طويل برضو الزمالك ما ما ملحقش ان هو يريح ومرتبط بالمباراه دي مرتبط بعد كده الدور ال 64 في بطوله دوري ابطال افريقيا في الوقت طبعا ان الهلال من فتره مخلص كسب الدوري استريح كويس بدا الدوري الجديد لعب منه ثلاث ماتشات الهلال برضه بدي بدايه جيده كسبان ثلاث ماتشات متصدر الدوري مسجل خمس اهداف ما استقبلش ولا هدف فبرضو انا شايف ان في أريحية بالنسبة لي يعني لو على رأيي أعتقد أن الأريحية لفرقة الهلال أكتر شوف ده طبعا تصريحات فريرة وأنه بيقول أنه بيتعامل مع كل مباراة وبيشوف الفريق اللي قدامه بيتعامل معاه على أنه مشكلة بيحاول أنه يحلها ي... وهي دي رؤية يت... فيريرا وهو دوت الشغل اللي عامله هو ده سبب نجاحه مع فرقه الزمالك بعيدا عن الانضباط والالتزام اللي هو حاطه في الفريق وسيطرته على اوضه اللبس وكده ولكن الجانب الخططي والجانب الفني في الملعب جوه الفني جوه الملعب الراجل مسيطر عليه كويس والراجل بيقرا آه كويس والراجل بيقدر يبقى عارف الفرقه اللي هو هيلعبها بيبقى دارسها كويس وبيقدر ان هو يتعامل معاه وده موضوع مهم جدا 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 ان انت تعرف تتعامل مع الظروف دي خصوصا لو انت داخل على مباراه آه صعبه مع فريق كبير ودايما خليني دايما اقول كل مره أأكد مباراة في الأول وفي الآخر دي مباراة شرفية بطل دوري مصري مع دوري آه بطل آه سعودي عايزين نستمتع احنا لو ما استمتعناش مع الفرق الكبيره دي هنستمتع مع مين يعني لما بتيجي بقى بطل مصر وبطل السعوديه وفرق كبيره وملعب متوقع يعني ما شاء الله اكبر ملاعب قطر اللي هيتلعب فيها كاس العالم والمباراه النهائيه 80 الف متفرج اعتقد ان الاستاد هيبقى كومبليت بكره فنفسنا ان احنا نشوف الكلام الحلو من من الاستاد حاجه بصراحه يعني حاجه تشرف وحاجه تفرح وطبعا اخواتنا في قطر بنتمنى لهم يعني كل توفيق طبعا في استضافه بطوله كاس العالم وان شاء الله يعني تبقى بالنسبه لهم وبالنسبه لنا كلنا كعرب تبقى بطوله للتاريخ يعني. طبعا ده كان بالنسبه للتصريحات فريره اللي قالها وبرده معانا تصريحات لشيكابالا وشيكابالا اتكلم عن المباراه، طبعا شيكابالا نجم من نجوم نادي الزمالك ووجوده مؤثر طبعا في نادي الزمالك ومؤثر في أي مباراة بيشترك فيها سواء من البداية أو على فترات، اتكلم شيكابالا عن المباراة ونشوف شيكابالا قال عن المباراة. طبعا زي ما الراجل عودنا الراجل دايما بيقول لنا المكسب عنده في في الدم فهو خلى لعيبته تبقى نفس نفس التفكير فاحنا بكره ان شاء الله نازلين احنا نكسب نروح جمهورنا مبسوط الهلال والزمالك لو بيلعبوا في اي حته في حتى لو ماتش ودي بيبقى هم عايزين يكسبوا واحنا عايزين نكسب احنا بقى لنا فتره من ساعه ما الراجل بنلعب كل الماتشات اللي احنا بنلعب كؤوس كل ماتش بماتش وعايزين نكسب حتى لو في التمرين كنا عايزين نكسب فبكره ان شاء الله احنا بنوع الجماهير اللي احنا هنقدم كل حاجه اللي احنا نكسب ان شاء الله لا هو الهلال دايما فريق كبير بيتطور سنه عن سنه وزي ما بقول بكره ماتش ماتش كبير بين فرقتين كبار ان شاء الله يليق بالفرقتين وجمهورهم جمهورنا انا بشكرهم طبعا اللي هم جن عند الفندق امبارح بيشجعونا فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره وان شاء الله نقدر نساعدهم بكره ان شاء الله طبعا دي كانت تصريحات شيكابالا نجم نادي الزمالك وكانت يعني برضو بتتمحور حول الحته المهمه دايما اللي احنا بنتكلم اللي هو ايه من ساعه ما الراجل جه تركز ان شيكابالا قالها مرتين من ساعه ما الراجل جه فالراجل بيتكلم على ان الراجل هو سياسته الفوز في اي مباراه وهو ما دام الكلام ده دا عنده نقله للعيبه فبقى الكلام ده عند اللعيبه وهو ده اللي ادى دفعه لفرقه نادي الزمالك الفتره الاخيره طيب نشوف الجانب الثاني ونشوف رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال برضو رأيه ايه في المباراة وكانت تصريحاته ايه بالنسبة للمباراة طبعا رامون دياز أول حاجة قال أعرف الزمالك بطل الدوري المصري جيدا ونأمل أن تكون مباراة مثيرة وجميلة الكل يعلم جيدا نقاط القوه والضعف لدى الاخر وفريقنا مستعد لتقديم لقاء كبير امامه ناخذ مباراه قويه ومهمه بالنسبه لنا ونحن جاهزون لتقديم الصوره الحقيقيه لفريقنا وكل مباراه تختلف ظروفها عن الاخرى مباراه الاهلي في مونديال الانديه كانت لها ظروف خاصه وتحديدا البطاقات الحمراء المبكره والوضع امام الزمالك سيكون مختلفا طبعا دي تصريحات رامون دياز وطبعا الراجل اتكلم يمكن التصريح الاخير ده وطبعا تصريح يعني مهم جدا ان هو بيتكلم يعني ان كل مباراه ليها ظروفها في حته برضه ان هو اتسال ان الهلال فريق كبير ولكن اما لعب قدام النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه خسر خساره كبيره طبعا الراجل ما كانش هو اللي موجود وما كانش هو اللي بيقود الهلال ساعتها كان مدرب تاني ولكن طبعا دي بعض اللقطات اللي كانت من المباراه، مباراه الاهلي والهلال، وطبعا النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا على مب... على الهلال وكان في تألق للعيبه الاهلي كلها، ولكن الراجل رامون دياز علق في حته ان برده الكروت الحمراء في بدايه المباراه، طبعا كان في كارتين حمر ده اثر كتير على فرقه الهلال وبيقول انها ما تقللش من الهلال وان لكل مباراه ظروفه، آه وطبعا يعني أنا أتفق معاك كده، ولكن طبعا هو عارف قيمة نادي الزمالك كويس، وقال إن هو بيعرف الزمالك، وعارف إن هو بطل الدوري المصري، وعارف إن هو بيقدم آه كرة جميلة، ولكن في نفس الوقت قال إن هو دارسه كويس، وإن هو يعني عارف نقاط القوة والضعف، زي ما هو متأكد إن الزمالك عارف نقاط القوة والضعف في الهلال في الاول وفي الاخر بنقول نتمنى نشوف مباراه كبيره وطبعا اكيد نتمنى للتوفيق لنادي الزمالك طبعا على هامش المباراه برضو روي فيتوريا المدرب منتخبنا الوطني الاول برضو الراجل سافر النهارده على قطر علشان برضو يتابع المباراه كعادته الراجل هنا من ساعه ما جه بيشتغل كل يوم بيتابع مباريات الدوري بيتابع الفرق كلها يعني احنا برضو بنلاقي ساعات مدربين بتبقى مركزه شويه على انديه بعينها ولكن لا الراجل ده بصراحه من ساعه ما جه وهو قاعد بيتابع كل الفرق حتى شفنا في اختياراته الاخيره والمعسكر اللي هينطلق ان شاء الله الشهر ده بعد كام يوم اختياراته من انديه كتيره جدا واختار لعيبه اعتقد ان هو يمكن ما كانش الناس تتوقع انها تبقى موجوده ولكن ادى كل واحد حقه الراجل برضه سافر علشان برضه يتابع الزمالك عن قرب ويتابع لعبة الزمالك اللي هتبقى موجوده معاه الفترات اللي جايه طبعا احنا هنشوف الراجل ايه وضعه مع نادي الزمالك دلوقتي نادي الزمالك طبعا مرتبط بعد المباراه دي بالمباراه الافريقيه دور ال 64 مع بطل تشاد طبعا الماتش اتحط يوم 25 مباراه مباراه العوده توقيت غريب جدا وكده ولكن يعني هنشوف الاتفاقات هتبقى عامله ازاي هل ممكن فيتوريا يبقى موجود مش موجود اللعيبه هيتصرف معاه اكيد هيبقى في اتفاقات في الجانب ده ولكن هو في الاول في الاخر سواء كده او كده هو الراجل بيحب ان هو برضو يشوف اللعيبه عن عن قرب قدامه في في الملعب ده كان برضو بالنسبه لمنتخبنا الوطني وروي فيتوريا روي روجيريو ميكالي برضو المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي انهي النهارده معسكره التدريبي اللي استمر اسبوع، معسكر بدا يوم الجمعه اللي فات، راجل كان بيعمل تدريبات يوميا كان واضح ان اللعيبه عندها طبعا مقبله جدا على ان هي بتتمرن وكل واحد بيطلع اللي عنده يمكن حتى اوقات كانوا بيشتكوا ان دايما الالتحامات اصلا يمكن ممكن, ممكن تكون عنيفه كل اللعيبه سنه جيل جديد بيت بيتكون كل واحد عايز يقول انا هنا كل واحد عايز يحجز التشكيله الاساسيه بتاعته شفت وتابعت فكر ميكالي في 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 الكوره جوه الملعب هيبقى عامل ازاي حته دايما بيتكلم على الاستحواذ لما يفقد الكوره عايز يجيب الكوره في اسرع وقت فطبعا دي حاجات مهمه جدا واشتغل عليها في خلال المعسكر اللي هو يعني بيعتبره ميكالي ان هو معسكر ناجح الى حد بعيد وطبعا بيشرفني يكون معايا دلوقتي على تليفون كابتن وائل رياض شيتوس ومدربنا في المنتخب الاولمبي واخد رايه في الاسبوع وشافوا ازاي المعسكر الاول بالنسبه لتواجد ميكالو يا شيتوس منور الداني حبيبي كنت ربنا يخليك النهارده كان ختام المعسكر اه انا انا شايف انا يعني بسمعك طبعا يعني متالق كالعاده ولكن ما يخص المنتخب الاولمبي انت انت قلت كل حاجه انا مش عارف انا اقول ايه <applause> لا انا عايزك بقى انا عايزك تكلمني بقى وده المهم جدا يا شيتوس على النواحي الفنيه للعيب اولا انا الروح جيت شفتها بنفسي ولمستها بنفسي ان كل واحد عايز يشتغل كويس ولكن كلمني بقى على النواحي الفنيه وده اهم حاجه بالنسبه للعيب طيب انا هكلمك على كل حاجه كابتن بركات المعسكر زي ما انت قلت بدانا يوم الجمعه اللي فاتت وكان هدف المعسكر الاساسي هو ان الراجل يشوف على ارض الواقع اللعيبه اللي تم تقديمها في التقرير اللي قدمناه لمستر ميكالي ويمكن قدرنا بالتعاون مع الانديه ان احنا نخطف كده اسبوع مش في الاجنده قبل الاجنده الدوليه طبعا اللي هتبدا يوم 19 من الشهر ده ان شاء الله فالراجل شاف ووقف على مستوى لاعبين كثير جدا من الناس اللي كنا مقدمين التقرير بيهم وللامانه اتمرنا تمرينات كويسه جدا جدا وكان في تركيز شديد جدا 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 خلي بالك برضو ان احنا اه يعني اه الفتره اللي فاتت من من ساعه ما ما تعيننا ومن ساعه ما مستر ميكالي تعين واحنا بنشتغل في الاتحاد كل يوم ولكن شغل نظري م. وبنتكلم شغل نظري انما اول مره ننزل مع بعض الملعب فانا شايف ان الراجل عنده فكر كويس جدا وعنده اه حاجه بيقولها وعنده اه فلسفه عايز يلعب بيها ويطبقها مع فريقنا الاويم باذن الله. انت اتكلمت في نقطه فنيه كويسه جدا وهي ان الراجل بيتكلم في حته نقطه الرياكشن ايه اللي هو الرياكشن؟ اللي هو بعد ما بتفقد الكوره عايز في اسرع وقت ممكن تقدر تستحوذ على الكوره مره ثانيه وتجيبها من من الخصم. الضغط بشكل قوي جدا وبشكل كبير جدا ده من ضمن فلسفه مستر ميكالي، الاستحواذ زي ما انت بتقول اللعب على الاطراف، اللعب في المنطقه، عنده جراه غير طبيعيه يا كابتن يعني ايه جراه؟ يعني الراجل طالب من اللعيبه اللي في الخط الهجومي ان هم يتعاملوا مع بعض من ترقيص ومن تعامل من 1 2 يعني ما عندوش ما عندوش ازمه مم. وبيقول للعيبه رقصوا، وعارف برضه هو اتعامل مع نيمار واتعامل مع لعيبه كبيره في منتخب البرازيل فتحس ان هو خلاص متطبع بالطبع ان ما مشكله عايز اللعيب يبقى عنده ثقه في نفسه عنده ثقه في نفسه وخد المغامره ما مشكله ما انت في التلت او في الم... في المكان اللي ما بقاش فيه مشكله على المرمى بتاعك فابتدت الكلام ده وتتنقل للعيبه وللامانه كان معسكر ناجح بشكل كبير جدا انهينا النهارده بتقسيمه ما بين فرقتين وكنا مستعدين بشكل كبير ويمكن امبارح نزلنا بالحمل التدريبي اكنها مباراه رسميه تماما وعملنا النهارده فرقتين ولعبنا مباراه وجبنا طاقم تحكيم من منطقه اسكندريه للامانه ويعني عملنا جو مباراه رسميه وطلعنا انا والراجل وتياجو اتفرجنا من فوق من المدرج من اعلى نقطه في استاد برج العرب عشان نتفرج على التقسيمه بشكل كبير جدا وما او المباراه بشكل كبير جدا وما نبقاش واقفين بنوجه او اي حاجه ونسيب اللعيبه تلعب بمزاجها بحيث ان احنا نقدر نقف ونقيم على مستوى اللعيبه فكان معسكر ناجح بشكل كبير عندنا جمعه وسبت اجازه وبعد كده هنرجع ان شاء الله عندنا اجتماع في الاتحاد يوم الاحد نبدا بقى للتقييم الاسبوع اللي فات دوت وتقييم اللعيبه احنا يمكن كنا 30 لعيب اعتقد المعسكر القادم هيبقى يوم 15 اللي هو يوم يوم الخميس القادم اعتقد المعسكر هيبقى عدد اقل من كده لان المفترض ان احنا عندنا مباراتين وتيتين لسه ما تمش الاتفاق بشكل نهائي عليهم ولكن في كلام مع منتخبات زي بنين زي الكونغو ولكن لسه لما الاتحاد يمضي العقد بشكل رسمي اعتقد احنا ممكن ربنا يكرمنا بماتشين وديين مهمين جدا في الاجنده الدوليه اللي جايه ان شاء الله. رايكوا رايكوا يا شيتوس وراي يعني الجهاز الفني عامه في يعني الاولاد اللي هم الست سبعه اولاد اللي كانوا معاكم من 2003؟ والله لعيبه كويسه جدا وفعلا منتخب قوي جدا منتخب 2003 وعندنا لعيبه عندها جراه ولما تواجدت مع المنتخب الاولمبي ادت بشكل كويس قوي وفي لعيبه طبعا واضح ان هي لسه محتاجه تاخد الثقه شويه بحيث ان هي يعني برضو منتخب الامبي ليه رهبه كده انما هم للامانه عناصر مبشره جدا ويمكن في تنسيق كويس جدا مع كابتن محمود جابر ويمكن كنت لسه بتكلم مع كابتن محمود من يومين بخصوص اللعيبه المحترفين اللي في 2003 كان بيقول لي هل هتحتاجوا حد عشان ما بعتلوش وانتوا تبعتوا له يعني في تنسيق بشكل كبير جدا ما بين المنتخبات كلها يمكن كمان يا كابتن بركات لحضرتك برضو لازم تبقى عارف ان احنا كمان بنتفرج على منتخب الناشئين مواليد 2006 مرار و... و... وتواصلت انا مع كابتن محمد وهبه يعني في في تواصل وفي رؤيه وفي ناس عايزه فعلا تشتغل مع المنتخبات كلها احنا مش مش منصبين بس على 2001 و2002 بل بالعكس احنا زي ما حضرتك بتقول في 6 7 من 2003 موجودين معانا هل ممكن يستمروا معانا الفتره اللي جايه او لا كله بالتنسيق اكيد مع كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 طب وائل برضو خلينا اتكلمنا برضو عن ايجابيات كتير برضو الدنيا برضو انت فاهم يعني مش لازم نخلي الدنيا وردي قوي برضو عايزين نتكلم برضو عن السلبيات شايفين ايه السلبيات اللي انتوا حطيتوا ايدكم عليها في خلال الاسبوع اللي فات السلبيات هو ان ان اللاعب المصري ممكن برضه يبقى عنده مشكله في الثقافه الخططيه يا كابتن بركات يعني لو في حته فنيه يعني يعني برضه الثقافه ايه يا شيتوس الثقافه الخططيه السك... الثقافه الخططيه اه الثقافه الخططيه ممكن يعني ايه الثقافه الخططيه يعني التكتيك يعني يتحرك ازاي يروح فين الكره هنا طب التحركات بتاعتي بشكلها عامل ازاي اللعيب المصري ممكن ما اهتمش وده مش, مش مش مشكله لعيب منتخب اولمبي ده مشكله اجيال طالعه ما اتعلمتش بشكل كبير جدا حته الوقفه الصح او الثقافه الخططيه او ازاي يتحرك لما الكره تبقى في الناحيه الثانيه الكلام ده كله ممكن يبقى ناقص شويه يمكن الراجل كمان اتكلم معاهم وقال لهم انتوا قريبين جدا من اللعيبه البرازيليين في المهاره وده حاجه ودي حقيقه احنا 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 في مهارات كويسه جدا ولكن ينقصنا حته ان احنا نلعب بسيستم نلعب بشكل نطلع كده نتفرج من فوق نلاقي ان الشكل والاداء مرتبطين ببعض، نلعب 4 3 3 يبقى الشكل 4 3 3، نلعب ب ب ب 3 4 3 يعني يبقى في سيستم ويبقى فيه نظام. في نظام، ده اللي اشتغلنا عليه للامانه ونجحنا فيه بشكل ب بنسبه 60% واعتقد ان مع الشغل المتكرر ممكن نفرق جدا بشكل كبير. طب هو بمناسبه الخطه بمناسبه الخطه يا كابتن وائل مثلا هل مثلا قريت ان في خطه معينه ناوي مثلا مستر ميكال انه يلعب بيها مثلا 4 3 3 4 2 3 1 كده ولا هو بيشوف حسب امكانيات اللعيبه وخطته بعد كده هو بيشوف يقرب. حسب امكانيات اللعيبه ويمكن الطريقتين اللي حضرتك اتكلمت عليهم دول اقرب طريقتين متواجدين معانا اللي هم 4 3 3 و 4 2 3 1 يمكن احنا بنطبق الخطتين دول او اسف الطريقتين دول و... و... وبنقدر بنقدر نشتغل عليهم واللعيبه للامانه زي ما بقول لك كابتن برفات عندهم يعني آآ آآ بعض من الثقافه اللي تخليهم يعرفوا يعملوا الكلام ده انما احنا بنشتغل عليها بشكل كبير بحيث ان احنا ننمي ونطور الكلام ده فده من ضمن السلبيات حته الثقافه الخططيه اللي ممكن تبقى محتاجه شغل اكتر شويه او محتاجه وقت اكتر شويه ويمكن شغل المنتخبات انت عارف ان هو مختلف عن شغل الانديه كتير بيبقى محتاج وقت اكتر بالظبط من ضمن من ضمن الحاجات السلبيه تحس ان ممكن اللعيبه وده للاسف برضو ده بيبقى يعني ده ده لعيب مصري تحس ان هو بعد ما بيفقد الكوره يا اما بيزعل يا اما بيتخانق مع زميله اللي جنبه يعني في 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 حاجه كده غير اللي هو المطلوب منه ان انت تفقد الكوره اول واحد ترجع تجيبها برضه بنحاول ان احنا نبنيه في ثقافه اللعيبه وبنحطه في دماغ اللعيبه ان هم لازم يشتغلوا عليه بشكل كبير جدا اكتر خط اكتر خط يا شيتو تحس ان هو محتاج شغل عندك حراسه مرمى وعندك دفاع وعندك وسط ملعب وعندك هجوم شايف اني اكتر خط ممكن يقلقك شويه ومحتاج شغل وفي نفس الوقت اكتر خط شايف ان هو مطمنك شويه <applause> بهمان. والله دا دا يعني لا يعني اعتقد بص انا دايما انا دايما ببقى قلقان من خط الدفاع. انا قلقان من الفرقة كلها. لا مش عايز اقول الكلام ده والله يعني <applause> لا انا دايما حتى انا كنت بتكلم مع الراجل امبارح بقول له احنا محتاجين نشتغل بشكل كبير جدا على التنظيم الدفاعي <applause> لان خط الوسط وخط الهجوم بيعتمدوا اكتر يا بركات على موضوع الموهبه وموضوع ان انت اللعيبه بتبقى امكانياتها اعلى شويه من لعيبه خط الدفاع م. خط الدفاع محتاج ان انت تنظمه بشكل كويس توقفه بشكل كويس وهو ده اللي شغالين عليه فانا اعتقد ان لو خط الدفاع مع طبعا حراسه المرمى بقياده كابتن عصام الحضري اللي بيمرنهم تمرين كويس جدا للامانه الفتره اللي فاتت مم. لو لو الخطين دول ظبطوا آه بشكل كبير اعتقد ممكن يبقى لينا آه شكل كبير جدا ومنتخبنا الاولمبي يعمل حاجه كويسه ان شاء الله. هل حصل اي اصابات يا شيتوس في المعسكر في خلال الاسبوع ده ولا حاجه؟ لا للامانه احنا, احنا بس دخلنا المعسكر يعني اتضح لنا ان مصطفى سعد ميسي لعب سيراميكا كان عنده بعض الاجهاد واحنا فضلنا ان احنا نريحه ما ضغطناش ما عليه خالص ريحناه بشكل كبير وخلص معانا المعسكر ما فيش اي مشكله ورجع اه ناديه وانما كل الناس كويسه جدا الحمد لله وكله كان بيعمل الريكفري بتاعه او استعاده الشفاء بشكل مميز جدا يمكن الكلام برضو اللي من ضمن الكلام اللي, اللعيبه اللعيبه مبسوطه اللعيبه مستمتعه بالتمرين اه في شده او في حمل عالي في التمرين شويه انما من الحماس انا سمعتك في المقدمه في حماس شديد يمكن كنا بنقعد نقول لهم خلي بالكم على نفسكم خلي بالكم على ما تخشوش جامد على بعض ولكن اعتقد ان معسكر يعني ايجابياته اكتر من سلبياته بشكل كبير جدا كابتن وائل رياض مدرب المنتخب الاولمبي طبعا كل التوفيق لمستر ميكالي الفتره اللي جايه ان شاء الله يمكن الراجل برضو تصريحاته يعني مبشره الراجل عايز بيشتغل الراجل دايما بيتكلم على أنه هو مش عايز يتاهل اولمبيات عايز بيدور على مدلية ولكن كلام بيبقى طبعاً حلو قوي ولكن طبعاً الأصعب من كده أنت إزاي تنفذ وإزاي تشتغل وإزاي طبعاً يعني يكون اللعيبة معاك على نفس الخط وتكون اللعيبة محتاجة ويبقى كل لعيب عارف أن المكان ده هو البوابة لمنتخب مصر الأول يعني لازم اللعيبة تبقى حاطة في دماغها أن اللي حيجي وهيشتغل وهيبقى له مكان في المنتخب الاولمبي يبقى على بعد خطوه من المنتخب الاول ودينا شفنا لو لينا يعني طبعا مثال في شريف مهاجم فاركو راجل مفروض 2003 يعني حتى مش منتخب اولمبي ده سن كمان منتخب شباب كابتن محمود جابر ولكن الراجل لما تابعه وشاف أنه هو لعيب كويس ضمه على طول روي فيتوريا لمنتخبنا الوطني الاول فطبعا احنا عندنا لعيبه صغيره كتير كتير كويسين لازم نشتغل عليهم كويس ولازم هم كمان يبقى عندهم استعداد ان هم يشتغلوا على نفسهم كويس ماشي ايه نتكلم اه بقى على مدرب الاهلي ياسر يا ولا بعد الفاصل ماشي يا سيدي عشان خاطرك بس ياسر يا ما بعملهاش مع حد نطلع فاصل ومكملين مع حضراتكم في الريمونتاد اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتاد طبعا يمكن جمهور النادي الاهلي يمكن مستني الاعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي طبعا اللي هيقود الفريق بدايه من الموسم الجديد طبعا بعد طبعا قرار الاستغناء عن سوارش واتكلمنا عن سوارش وقلنا ان هو ما كانش الراجل اللي هو نقدر نقول اللي هو على طموح نادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهوره وحاجات كتير جدا ولكن انا مستغرب جدا من بعض الناس اللي قاعده عماله تتكلم يقول لك الاهلي مستني ايه الاهلي اتاخر ده مش عارف تشيلسي مشى المدرب بتاعه تاني يوم كان جايب مدرب ده لايبزيج مش عارف مشى المدرب وتاني يوم كان جايب دوت لو تفتكروا الكلام اللي انا قلته كل الاسبوع اللي فات أنا قلنا النادي الاهلي خارج من مرحله المفروض صعبه نقله المفروض جمهور النادي الاهلي مستني يشوف نادي الاهلي جديد بعد ما فقد دوري سنتين، وانا نفسي نصحت مجلس اداره النادي الاهلي وقلت يا جماعه خدوا وقتكم، وانا مبسوط جدا ان هم واخدين وقته لازم النادي الاهلي ياخد وقته لحد ما فعلا يوصل لقرار لا انا هجيب مدير فني انا شايف ان هو اللي يقود النادي. العمليه خلاص ما بقتش مستحملها قرارات متسرعه. وعلشان كده أنا بحيي مجلس إدارة النادي الأهلي على التروي في الاختيار بعيدا عن الناس اللي قاعدة عمالة تضغط وعايزة طبعا ناس أكيد في ناس بتبقى عايزة وعايزة تسمع ونفسها تسمع مدرب جامد قوي وكده بس الكلام دوت لا ده محتاج اتصالات ومفروض ان انت ما بتتكلمش مع مدرب ولا اتنين ده انت بتفتح قنوات اتصالات مع كذا مدرب بتتكلم ممكن ساعات بيوصلوا لحد ستة وسبعة وعشر مدربين جامدين علشان تختار منهم خصوصا ان انت جاي بتختار للنادي الاهلي النادي الكبير فبحي مجلس اداره النادي الاهلي فعلا ان هو واخد وقته في الحته دي طيب ايه الاخبار اللي جايه من جوه النادي الاهلي؟ الاخبار اللي جايه من جوه النادي الاهلي ان انت بتتكلم او مثلا الدنيا ممكن تكون مقربه من ثلاث مديرين فنيين. هنقول الاولاني ايزيبيو دي فرانشيسكو ده مدرب روما السابق. راجل مدرب كبير وراجل على درايه كبيره جدا بالكوره يقدر يقود فريق كبير جدا زي النادي الاهلي وهنتكلم وهنستعرض مع حضراتكم بعد كده برضو المحطات بتاعته كلام على السويسري مارسيل آه كولر المدير الفني لبازل السويسري والمدير الفني السابق لمنتخب النمسا اللي اشتغل مع منتخب النمسا وعمل معاه يمكن ست سبع سنين كان ولا اروع من كده وكان متقدم بمنتخب النمسا في التصنيف العالمي يعني كان عامل شكل وكان عامل طفره مع منتخب النمسا ويمكن انا اتذكر يمكن وصلهم لحد المرحله العاشره على مستوى العالم الترتيب العاشر اعتقد في فتره من الفترات فبرضه مدرب من المدربين الكويسين جدا اللي يقدر يقود الاهلي واضافه كبيره جدا طبعا للنادي الاهلي طبعا اكيد زياده على ان النادي الاهلي اضافه لاي مدرب يكون موجود فيه آه طبعا في طبعا مدرب ثالث ولكن برضو يعني في تكتم شوية على المدرب التالت اللي ممكن يقود الأهلي في الفترة اللي جاية ولكن طبعا يعني هو مدرب برضو من العيار التقيل طبعا الكلام كله إن, إن السويسري كولر هو أقرب واحد ممكن إن هو يقود النادي يعني كل المؤشرات بتقول إن كولر هو أقرب واحد ممكن يكون آه موجود طيب تعالوا نشوف مشوار السويسري كولر ونشوف ايه المحطات اللي كان فيها وعمل ايه. اه من يوليو 97 لديسمبر 98 كان اف سي ويل السويسري. وبعد كده من يناير 99 لديسمبر 2001 كان في سانت جالين السويسري. من يناير 2002 لاكتوبر 2003 كان في جراس هوبرز السويسري. اتنقل لكولون الألماني قعد فيه من نوفمبر 2003 ليونيو 2004 بعد كده راح بوخم الألماني من يوليو 2005 لسبتمبر 2009 طيب يعني هنا برضو أربع سنين في بوخم الألماني يعني اللي تقعد في, ال... في, ألمانيا أربع سنين يبقى الراجل ده اشتغل شغل كويس جدا مع بوخم الألماني وبعد كده بتروح منتخب النمسا بيقعد من نوفمبر 2011 لاكتوبر 2017 انت هنا بتتكلم هنا في ست سنين مع منتخب النمسا وقلت لحضراتكم من شويه ان الراجل عمل شغل كويس جدا مع منتخب النمسا وكان يعني كان منتخب متماسك جدا الى ابعد الحدود في الفتره دي واخيرا طبعا اخر محطاته كانت في بازل السويسري قعد فيه من اغسطس 2018 لاغسطس 2020 قعد سنتين في بازل السويسري طيب شوف انجازات السويسري مارسيل كولر ايه الانجازات اللي حققها؟ التتويج بلقب الدوري السويسري مع سانت جالين في 2000 موسم 99/2000 والتتويج بلقب الدوري السويسري مره ثانيه مع جراس هوبرز موسم 2002/2003 التتويج بلقب كاس سويسرا مع بازل موسم 2018/2019 طبعا قياده بوخم للتاهل للدوري الالماني قادوا للصعود موسم 2005 2006 واخد مدرب العام في سويسرا عام 99 وطبعا قياده منتخب النمسا الى نهائيات امم اوروبا 2016 وده كان بعد غياب 8 اعوام فطبعا يمكن الراجل يعني شغال شغل كويس ومدرب كويس اعتقد والناس يعني يقال ان هو الاقرب هنشوف ايه الوضع ولكن زي ما شفنا كولر وشفنا انجازاته وشفنا المشوار بتاعه تعالوا نشوف المدرب الثاني الايطالي آه دي فرانشيسكو مدرب روما السابق ونشوف المحطات اللي كان اشتغل فيها اشتغل مع بيسكارا الايطالي موسم 2010 2011 اشتغل مع ليتشي الايطالي موسم 2011 ساسولو الايطالي من 2012 ل 2017 اشتغل مع روما الايطالي من 2017 ل 2019 كان مع سامبدوريا الايطالي 2019 اشتغل مع كالياري الايطالي من 2020 ل 2021 واخيرا بعد كده كان مع فيرونا الايطالي في 2021 الانجازات بتاعته إيه اللي حققه قياده ساسولو للتاهل لدوري الدرجه الاولى الايطالي صعد بيهم موسم 2012 20 13 وقياده روما الى نص نهائي دوري ابطال اوروبا موسم 2017 2018 طبعا يعني يمكن برضو مدرب اسم كبير وصاحب انجازات واتمنى ان النادي الاهلي يعني يختار فعلا مدرب يبقى قادر ان هو يقود الفريق الفتره اللي جايه وانا واثق في كده وواثق ان اسم المدرب انا عارف ان الدنيا كان في ضغط على مجلس اداره النادي الاهلي والتجربه اكيد بتاعه السوارج يعني ما كانتش تجربه جيده ولكن النادي الاهلي يخرج من تجربه غير جيده يقدر ان هو يعدل الاوضاع بطريقه كويسه ولكن الاهم من كده خلاص انا واثق في مجلس الاداره وإن مدرب محترم هيجي، اللي أهم من كده إن لازم اللعيبة تساعد المدرب اللي جاي، ولازم اللعيبة تساعد نفسها، لأن أكيد لعيبة النادي الأهلي أما هتيجي كده في نهاية الموسم اللي فات وتقعد مع نفسها، لو كل واحد سأل نفسه أنت راضي عن نفسك السنة دي؟ لا، هل أنت طلعت أقصى ما عندك؟ هيقول لا، هل أنت لعبت بالروح اللي المفروض تلعب بيها؟ هيقول لا فالمدرب الجديد اللي جاي مش هيشتغل لوحده ومش هيقدر يعمل حاجه لوحده الا اذا كانت اللعيبه عايزه تعوض السنتين اللي فاتوا، ولازم اللعيبه تبقى عارفه ان جمهور النادي الاهلي حته ان انت ما تبقاش بطل الدوري سنتين ورا بعض دي كبيره عند جمهور النادي الاهلي. كبيره لازم اللعيبه تبقى فاهمه كده. طبعا اكيد نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي طبعا النهارده طبعا يعني الشركه المسؤوله عن معسكر النادي الاهلي اللي هو المفروض كان هيتعمل في هولندا في الفتره من 18 ل 28 طبعا اعلنت ان المعسكر تم الغائه خلاص النادي الاهلي مش هيعسكر في هولندا طبعا بسبب ان التاشيرات مش هتلحق انها تطلع ويعني طبعا الكلام بيتقال ان التاشيرات وقت ما هتطلع محددين يوم 29 سبتمبر تكون طلعت وده طبعا اصلا هيكون بعد ما المعسكر خلص لان المعسكر من 18 ل 28 طبعا تاشيرات الشنجن طبعا بتاخد وقت طبعا يعني كنت اتمنى ان الاجراءات تبقى بدري عن كده شويه خصوصا ان هو دلوقتي معروف ان حته التاشيرات بتاعت الشنجن بتاخد وقت طويل بعد الاول كانت بتاخد 10 ايام لاسبوعين دلوقتي كانت بتوصل لحد ثلاث اسابيع فكان المفروض ان الحاجات دي تتعمل بدري شويه ولكن مش مشكله النادي الاهلي بيفوض دلوقتي بيشوف بيقارن ما بين مكانين ممكن يعمل فيهم المعسكر بيتقال ان المفاضله ما بين تركيا وما بين دبي أه يعني انا على المستوى الشخصي اتمنى ان هو مثلا يتعمل في في تركيا ويمكن برض يعني كان في تجربه قبل كده أه يمكن انا كنت موجود فيها كانت في مدينه انطاليا في تركيا وكان معسكر نموذجي بصراحه ويعني كانت الاجواء كانت جميله جدا كان الفرقه يعني موجوده في المعسكر في مكان ساحلي وكانت العمليه كلها تدريب واكل ونوم فكان يعني من وجهه نظري مكان يعني كان كويس لاقامه معسكر اتمنى لو المسؤولين يفكروا في في الاتجاه دوت. طيب النهارده طبعا كان في اجتماع لرابطه الانديه اللي بتدير بطوله الدوري المصري طبعا ويمكن تم انتخاب طبعا سياده النائب احمد دياب برضو للموسم الثاني على التوالي رئيسة لرابطه الانديه رابطه الانديه السنه اللي فاتت يمكن كان اول زور ليها ويعني اشتغلت بشكل كويس جدا واضافت كتير جدا للكره المصريه واعتقد ان يعني مع المواسم الجديده اكيد هنشوف حاجات كتير كويس تعالوا نشوف التشكيل الجديد للرابطه اللي هيكون موجود في خلال السنه دي النائب احمد دياب مره تانية رئيس الرابطه كابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطه اللي هو صفي الدين بسيوني عضو مجلس اداره الرابطه استاذ خالد رفعت عضو مجلس اداره الرابطه العميد احمد النجار عضو مجلس اداره الرابطه الدكتور شريف صالح عضو مجلس اداره الرابطه و اللواء ثروت سويلم عضو مجلس اداره أه الرابطه. تعالوا نشوف تقرير عن الاجتماع اللي دار النهارده دا ونرجع نكمل مع حضرتكم دهدنا الموسم اللي فات عندنا احداث كتير يمكن حساب الرابطه كانت دي ظروف صوتيه ودي شكل كان هنا وكان هو موجود الموسم ده ان شاء مع بشكل فيما يخص حقوق وفيما يخص هو الاجتماع ما كانش يخص مناقشه ملفات ولكن ده اجتماع اجرائي لاتحاد الكوره عشان عمليه الترشيح او انتخاب مجلس اداره جديد للربطة للرابطه والحمد لله غالب الاعضاء موجودين اما فيما يخص الملفات اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله في الاجتماعات القادمه اه في عندنا ملفات كبير كتير جدا احنا بدانا بحلم ان احنا نكون جزء اساسي في اه تغيير شكل منظومه الكره المصريه او في تطوير منظومه الكره المصريه أه بدانا الحمد لله العام الماضي كبدايه جديده لنا لكن الحمد لله الناس كلها قالت إن احنا اثبتنا كفاءه في هذا المجال بشهاده الناس لكن برضو اللي انجزناه احنا مش راضيين عنه تماما احنا يعني احلامنا اكبر من كده بكتير ان شاء الله في ملفات اه نشتغل عليها ممكن تعمل تزود او تطور من اه ادائنا زي مثلا اه تفعيل اللائحه بتاعة الاتحاد اللي احنا الرابطه تكون متداخله بشكل اكتر في عمليه توزيع البث حقوق البث الفضائي اعتقد ان احنا آه الامور صعبه جدا طبعا اللي احنا جايين على وضع قائم عشان نعدله صعب لكن هنحاول باذن الله ان يكون في تكافؤ بين كل الانديه آه يكون في التزام بالمعايير الدوليه او مراعاه للمعايير الدوليه في عمليه التوزيع هيكون في آه يعني دعم اكتر للانديه الشعبيه آه كل الامور دي محطوطه يعني ان شاء الله في الحسبان هنظبط هن هن باذن الله في كمان عندنا عوده الجماهير بشكل كامل ان شاء الله نبدا تدريجيا لكن ان شاء الله يعني بنسعى يكون عودة بشكل كامل بـ بـ في إطار منظومة معينة تضمن أن الجميع يكون ملتزم وكل الجميع يكون آآ آآ ماشي مع, مع المنظومة ومع توجهات الدولة أساس الموضوع النهاردة أن احنا بنقول أن الرابطة برئاسة النائب أحمد دياب كابتن عماد متعب نائب الرئيس آآ آآ الدكتور خالد رفعت الدكتور شريف صالح دول ممثلين الأندية الأربعة ممثلين الأندية وبعدين انضم النهارده اللي هو احمد النجار آه بديلا للمحترم الكابتن عامر حسين اللي اعتذر واللي هو بس بسيوني طبعا ممثل اتحاد الكوره وانا معاه آه بقول لي ان ده تشكيل آه الرابطه ما اختلفش غير الكابتن عامر حسين ووجود الدكتور احمد النجار او اللي هو احمد النجار بقول لي ان الناس دي انا بصراحه اشتغلت آه معاهم موسم كامل كعضو في الرابطه آه شفت آه شكل الرابطه انا ما, ما كنتش انا متخيله اصلا يمكن كان نبا احمد دياب وكابتن عماد ودكتور شريف صالح اول مره اشوفهم في اتحاد الكوره او في في منظومه اتحاد الكوره لا فعلا عملوا فعلا مجهود غير طبيعي تحديدا هم ومعاهم الدكتور خالد رفعت بعيدا عن كابتن عامر حسين لان هو اللي شال المسابقه كلها طبعا لكن فعلا كانوا مفاجاه بالنسبه لنا انا شخصيا ان الناس حابه تعمل كل حاجه جديده في الكرة طب الجديد بقى للربطة ان شاء الله باذن الله يعني يمكن هم برضو الناس اللي اللي فعلا شايلين الربطة وحابين جدا يعملوا كل جديد في الرابطه هيبقى في لجنه انضباط داخل الرابطه لجنه الانضباط دي انت بتشوف الحكم النهارده حد بيوجه اللوم من اللعيبه وبيتجاوز معاه ومش كاتبها الحكم ومراقب المباراة مش كاتبها ما المباراة احنا كنا عايشين بقى في الاتحاد وعارفين مراقب المباراه بي 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 بينسق مع الحكم مش هنكتب دي مش هنكتب دي فبالتالي في حاجات معينه بقى. الجمهور زعلان جدا ازاي الحكم اتوجه له اللوم بالطريقه دي او حصل التجاوز ده معاه وما تعملوش حاجه ما هو ما كتبش بس الناس المواطن العادي او الجمهور العادي مش عارف الكلام ده لجنه الانضباط كل ما هو لم يرد في تقرير الحكم او تقرير مراقب المباراه وتشاف في الماتش ده لجنه الانضباط هتكون هي اللي ماسكه الموضوع ده باذن الله يبقى في زياده في الجماهير كان ما تقدرش تقول لكن الامن حريص جدا ان هو يبقى فيه يزود الجماهير المرحله الجايه ان شاء الله. اتشرف ان انا موجود وسط الكوكبه الوطنيه دي وعندي طموح كبير ان انا اساعدهم في تطوير الكره المصريه اللي انا لمسته منهم يعني جهد كبير بذلوه ان شاء الله نستكمله مع بعض ويكون اضافه للكره المصريه والله احنا ناقشنا النهارده شويه حاجات اجرائيه وان شاء الله نشتغل على ملف الجمهور نشتغل على ملف التطوير حاجات كتير يعني ان شاء الله في القريب العاجل يتعلن عنها طبعا كل التوفيق لربطة الأندية في الموسم الجديد طبعا إحنا يمكن بعد ما شفنا الأداء بتاعها في الموسم الأول برضو بيبقى عندنا طمع أن إحنا عايزين نشوف أحسن وأحسن وإحنا كلنا عندنا ثقة في الجماعة اللي موجودة دلوقتي طبعا قامات كبيرة جدا ثقة الناس فيهم إن هم بيختاروهم بيبقوا موجودين وهم اللي هيديروا السنة الجديدة طبعا الكلام على طبعا زيادة عدد الجمهور وده شيء طبعا برضو بيحسب للرابطة الأول كان مفيش جمهور وبعد كده ألفين وبعد كده خمسة نفسنا وشفنا التزام الفترات الأخيرة جدا من جانب الجماهير وابتدينا يعني نشوف أن الجمهور بيجي بيشجع فرقته بس نتمنى أن احنا نستمر على الموضوع دوت ولو استمرنا عليه هنلاقي فعلا زي ما بيقولوا أعداد الجماهير ابتدت تبقى في زيادة وبالتالي هيبقى في طبعا الماتشات طبعا هتبقى طبعا أكثر سخونه وهنشوف كره حلوه اما اللعيب بيبقى شايف ان الجمهور بيزيد هو بيبقى بيحاول ان هو يطلع احسن ما عنده نفسنا نشوف حاجات جديده السنه اللي فاتت اكيد كان في اخطاء الاخطاء ديت نحاول ان احنا نشتغل عليها علشان ما تبقاش موجوده زي مثلا اللقطات اللي, بنشوف العادات الكادر اللي مش موجود موضوع المخرجين لا المخرجين بكفائتهم ولا بسياسه الدور ولا ولا لا ده كورة يعني دي كورة يعني المفروض ان احنا نحط الناس الكفء اللي بتبقى فاهمة وبتبقى عارفة وبتبقى عارفة ان الكورة دي قعدتها لازم تبقى موجودة على طول بس ما جيش عيد الكرة على طول علشان فما جيبش الهجمة بتاع الفريق التاني لا كل الحاجات دي بتبقى محتاجة خبرات نفسنا نشوف شكل جديد جدا نفسنا نشوف حكامنا نفسهم السنة الجديدة نفسنا نشوف ان الاخطاء تقل بنسبة كبيرة جدا لان مش عايز اقول الاخطاء تختفي لان عمرنا ما بنشوف احنا بنقعد نتفرج لحد امبارح واول امبارح اخطاء موجودة في كل حته والتحكيم بيغلط ولكن نفسنا نشوف ان الاخطاء بتقل وان حكامنا يبقوا احسن لكن كلاتنبرج شغال شغل كويس ولكن نفسنا ان احنا نشوف الكلام ده بقى على ارض الواقع أكيد الدنيا بالنسبة لرابطة الأندية السنة الجديدة هتبقى أحسن كتير برضه السنة اللي فاتت كانت الدنيا مضغوطة بشكل كبير جدا لأن برضه عندك كان عندك كأس عرب وعندك عندك كأس أمم فكان عندك توقفات مباريات السنغال مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فكان التوقفات كتير جدا اعتقد ان الدنيا هتبقى مريحه السنه دي اكدوا على ان الدوري هيبدا 16/10 هينتهي في اخر يونيو ودي هتبقى برده خطوه كويسه بدل ما احنا السنه دي اهو كان طويل والدوري فضل لحد اخر يوم في 8 لا المره دي هيبقى لاخر 6 السنه اللي جايه ان شاء اللي بعدها ان شاء الله يرجع يخلص في 5 في طبيعته فكل التوفيق ليهم ان شاء الله ويعملوا اللي في الصلاة هنطلع فاصل وبعد الفاصل بقى استقبل واحد من الناس العزاز عليا قوي كابتن كريم حسن شحاته الزميل الإعلامي وطبعا المدير الرياضي لنادي البنك الأهلي وكلام كتير مع كريم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه المحور في كل مكان من داخل نادي سموحه، نادي سموحه اللي بيحتل مركز لا يليق بسموحه في دوري هذا الموسم دائما وابدا سموحه في الضوء، سموحه لاعبته في الأهل والزمالك يسعدنا ان يكون معنا السيد وليد عرفات رئيس نادي سموحه، سموحه في هذا الدوري اكيد في مكانه لا تليق بنادي سموحه واكيد انت غير راضي عن وجوده في هذه المكان السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا برحب بكم في نادي سموحه وناديكم وده النادي بتاعكم وبرحب بكل الساده المشاهدين بص هو نادي سموحه طبعا نادي عملاق ونادي بتاع مش هقول بتاع كوره بس هو نادي له تاريخ في الكوره بقاله عشر سنين دلوقتي للتاريخ تاريخ في الكوره السنه دي انا شايف ان احنا حققنا مركز سادس ده مركز مش وحش كان هدفنا ان احنا نوصل مركز رابع عشان نلعب بطوله افريقيه لكن قدر الله ما شاء بس الحمد لله رب العالمين احنا حافظنا على المركز السادس وهنلعب بطوله عربيه ان شاء الله عملنا تدعيم السنه دي كويس في الفرقه طبعا تغيير المدربين ده في نص الموسم في نص الموسم انا مش بتكلم على التغيير الجديد انا بتكلم على التغيير في نص الموسم ده عمل هزه الفريق شويه لكن ربنا اكرمنا وعدينا المحنه ديت وقدرنا نوقف نوقف الفريق تاني على رجله. انا الوقت اللي نقول ومش هروح كتير في القصه دي احمد سامي من هو من قدم استقالته ولا هو من تمت اقالته؟ لا ما ما تفرش حاجه دي بس هي المشكله اللي هو مطلع. اللي هو ما تفرقش حاجه اللي هو قدم استقالته واحنا اقلناه لكن هو النتيجه ان هو الفرقه ساب الفرقه ومشى بس ساب الفرقه ومشى اه يعني يعني حصل توافق وقال لنا انا مش هيكمل خلاص فجاه صح كده؟ مش فجاه هو كان مدينا يعني ايه مؤشرات بس ما كناش متخيلين هتبقى بالسرعه دي هو كابتن عبد الحميد بسيوني طبعا انا بشكره على الدور بي وهو ساعدنا لان طبعا الفرقه كنا في نص الموسم والكابتن احمد سامي يعني حصل هو الفرقه ساب الفرقه ومشى فطبعا كان قدامنا عبد الحميد بسيوني جه وقف فرقه رجليها وعمل ماتشات كويسه قوي كسب الاهلي وكسب المصري وكسب الاتحاد ما حدش يقدر يقول ان هو ما اداش بالدور اللي عليه لا ادى الدور اللي عليه كويس قوي وعمل اللي عليه بس هو طبعا حصل في اخر سبع ثمان ماتشات دروب في الفرقه لغايه دلوقتي مش عارفين سوا ايه يعني فقعدنا وهو قعدنا يعني درسنا الامور كويسه قوي وعرفنا ان الفتره الجايه ديت هتعوز تغيير فغيرنا وجبنا كابتن العشر الاعاره ديت انا لن املك شيء فيها الاعاره ديت يعني ايه عندي مروان مروان حمدي تبع الزمالك بيكهام تبع الاهلي شكر تبع الاهلي حمدي علاء تبع الزمالك فدي انا ما املكهمش هو النادي النادي بتاعهم اللي يملك مع الاهلي والزمالك مع الاهلي والزمالك رد مسؤول نادي الزمالك الاول اللي احنا نتفاوض مع اللعيبه وهم لسه لان في لعيبه منهم داخله في صفقات متبادله مع لعيبه اخرى فهم طبعا بيدرسوا الوضع بالنسبه لهم والموقف بالنسبه لهم لان هم ممكن يطلعوها في نادي تاني ويستفيدوا باللعيبة ثاني فانا مستني رده قعدت مع عبد الكريم الوادي قبل ما يسافر قلت له بص انت لو ما جاش فيك عرض كويس يرضيني ويرضيك انا هجدد معاك وهتلعب معايا الموسم الجاي والموسم اللي بعديه كده مفيش عرض رسمي؟ مفيش عرض رسمي اللعيبه اللي هتغادر سموحه مين؟ من اللي راح انديه مهمه انا عندي اللعيبه اللي هتمشي من عندي كل اللعيبه المعاره اللي دي مش تحت سيطرتي انا مستني رد الانديه التانية اللعيبه الباقيه كلها ماضيه عندي ما عنديش مشكله فيها خالص كلها ماضيه ماضيه سنه وسنتين غرض وليد عرفات من الموسم القادم اخش المربع الذهبي ان شاء الله، ما تقلقوش على في امان، احنا لسه قدامنا كتير قوي عشان نعمل حاجات كتيره جدا في سموحه، بقول لكم ان القادم افضل، الرياضه ان شاء الله السنه الجايه هتبقى احسن من الموسم اللي فات، بالنسبه للحياه الاجتماعيه في ناس احنا بنحاول نحسنها وهنعمل خدمات كتير جدا للاعضاء بالذات كبار السن وبالذات الأطفال هنعمل لهم بنجدد دلوقتي حدقه حديقه اطفال كويسه قوي دلوقتي جوه عند في اخر النادي كبار السن هنديهم مزايا كويسه الرياضيين مش هنسيبهم هندعمهم كويس جدا بس بشرط ان هم يحققوا بطولات فاحنا عاملين هدف اللي هيحقق هنساعده وهندي كل المميزات الماديه اللي هو عايزها لو قالوا لك عايز لاعب من الاهلي او الاهلي تاخد مين؟ هاخد قفشه ولو لاعب من الزمالك يجي اسمه حمين زيزو زيزو افضل مدير فني في وجهه نظرك في الدوري المصري هذا الموسم المفروض السنه دي يكون طارق العشري اهلا بحضراتكم مرة ثانية في الريمونتادا وده طبعا دلوقتي ميعادنا مع كابتن كريم حسن شحاتة واحد من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا بصراحة يعني راجل محترم جدا وراجل مؤدب جدا وهو يعني مجتهد جدا بصراحة يعني فطبعا بيشرفني وجوده معايا النهارده طبعا كابتن كريم يعني الزميل الإعلامي طبعا الأكثر خبرات وفي نفس الوقت المدير الرياضي لنادي البنك الاهلي وحاجه ما شاء الله هنا وحاجه ما شاء الله, هنا حاجات كتير قوي الله يخليك كابتن بركات سعيد وجودك معايا بصراحه انا مبسوط جدا طبعا يعني انا موجود معاك كابتن بركات تعرف انا على المستوى الشخصي ومستوى الكوره كمان انت نجم كبير ويعني من الناس اللي انا بحبها جدا ومش انا بس مصر كلها بتحب كابتن بركات عملت تاريخ كبير في الاهلي وفي المنتخب وفي الاحتراف يعني إن شاء الله كمان في الإعلام تكسر الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. قول لي بقى في البداية قبل ما نتكلم بقى في أي حاجة ده، تستمتع أكتر إعلامياً؟ يعني وأنت كده كريم إعلامي اللي أنت بتطلع وبتقول أخبار وبتقول رأيك والكلام من ده ولا وأنت موجود دلوقتي مثلاً المدير الرياضي للبنك الأهلي؟ أو خلي السؤال بطريقة تانية. عامةً عامةً اما تطلع تقول مثلا حاجه وتقول رايك في حاجه ما تعجبش الناس وتلاقي الناس قاعده عماله تدب في كريم وفتح وما ينفعش و... ده بتبقى يعني اهون ولا مثلا لما تيجي مثلا ايه انت دلوقتي اهو مدير الراديو ولا مدير الكوره مثلا هو في البنك الاهلي والنتائج سيئه جدا وانت مم. مش طايق نفسك انهي ال... لا يعني بص انا بالنسبه لي لما النتائج تبقى سيئه دي ما بنامش مم. في ال... يعني ممكن بقول على رأس ما حدش بيتفق على يعني ما بتبقى في الاعلام وبتقول راي في ناس بتبقى متفقه معاك وفي ناس مختلفه فما يعني عادي في الوقت ده وشتم وبتنام آه عادي لا ما بتفرقش يعني, يعني انا بقول رايي اللي انا مقتنع بيه وحسب الخبر اللي انا بقوله او الراي اللي انا بقوله بس بتبقى مؤلمه قوي في الكوره في كمدير كوره في نادي البنك الاهلي ومدير رياضي انا ما ما بخسر ماتش وكده ببقى عندي مشكله كبيره ما بنامش ببقى زعلان انت كمسؤول عن فريق و وعندك مسؤوليه من اداره النادي وكده وببقى زعلان دي دي اكتر حاجه بتزعلني يعني في اداره الكوره الدنيا بتبقى مكهرب اكتر انا بزعل انا ما بحبش اخسر انا يعني يمكن زي كابتن حسن شحاته كده بحب اكسب على طول وبحاول اموت نفسي في الحاجه الدور بتاعي عشان ربنا يكرمني يعني فما بز... ما بخسر دي خصوصا في نادي زي البنك الاهلي نادي انا دخلت فيه مستريح جدا ومبسوط جدا فببقى مؤلمه جدا لما بخسر ماتش بس ما اعتقدش ان انت الموسم دوت يعني كنت بتتالم كتير اتالمت والله بالعكس طرم. انا اتالمت كتير قوي فرقه كويسه ليه كده؟ في ماتشات كنا احنا قريبين من المكسب فيها وضيعناها يعني طيب لو علمت لك على المباراه بالذات اللي انت اتالمت فيها قوي اه هتبقى انهي مباراه مثلا على مدار الموسم؟ لا هو كتير 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 في سبع ثمان ماتشات يعني خليني في اكتر ماتش وجعك اكتر ماتش وجعني آه. الـ يعني حسيت ان خلاص بتاعك وقريب و... ماتشين ماتشين ورا بعض ماتشين او اخر ماتش في الدوري كان ام كنا كاسبين 1-0 وبننافس سموحه على المركز السادس وسموحه متعادل الناحيه الثانيه مع فاركو 0-0 صفر صفر. اه والماتش يعني احنا مقفلين كويس كان عندنا غيابات كتير في يوميها كان اخر ماتش في الدوري م. وخلاص ناقص ثلاث دقايق وابقى سادس الدوري ده ده من ضمن التارجت اللي احنا يعني كاداره البنك الاهلي محدداه يعني السنه دي مم. انت كنت على فكره بسهوله تاخد قبل كده كمان انت كنت ممكن اه والماتش المصري ده ماتش ام بي اه كريم بامبو جاب جون وفضلنا لغايه الدقيقه 87 مم. متقدمين 1-0 ومتابعين ماتش سموحه وفاركو انا كنت عايز اخد مركز سادس لهدف يعني مم. ان احنا زي ما كان في وعد من اتحاد الكوره ورابطه الانديه ان احنا خامس وسادس يلعب يلعب بطولة, بطوله عربيه اه في حاله اقامتها يعني مم. فاحنا مركزين رغم ده اخر ماتش في الدوري فينا فرق بتقول خلاص يعني مش فرق لكن احنا كنا مركزين وعاملين معسكر ومتكلمين مع, مع اللعيبه جامد وعاملين حوافز ومكافئات وكده ف جدا وبرضو قبليها بماتشين لعب المصري في برج العرب كاسبين 2-0 ونجيب الثالث ونجيب الرابع وماتش سهل جدا وقلب علينا في الاخر بس كان في شويه تحكيم كده بتع... تعادلت تعادلنا 2-2 اه وكابتن حسام هرانا عصام حسن هرانا حسن كابتن حسام ده وضع طبيعي يعني ده وضع طبيعي ده مفيش حد بيلعب ضد الكابتن حسام وما بيتهريش يعني مش ممكن ايه ده وبعدين كابتن خالد جلال قال للحكم يعني يا كابتن حرام عليك راح مديله كارت احمر قلت له طب يا ابني ده احنا بقالنا ثلاث ايام الناحيه الثانيه <تصفيق> <تصفيق> طيب كريم خليني اسالك يعني بص بقى مدى مدى رضاك على الفريق بشكل عام خلال الموسم؟ بنسبه 70% بز... بنسبة 70% أوه. راضي بنسبة 70% راضي هو احنا تاني سنة لينا في الدوري الممتاز السنة اللي فاتت يعني قعدنا بصعوبة في الآخر استمرنا في الدوري الممتاز وكان أول سنة أنت عارف بيبقى الدنيا م... يعني ملخبطة شوية أنا كان الدوري الموسم اللي قبل اللي فات كان الدوري بدأ بدأ بفاكر فتره الكورونا وكده آه فكان مفيش وقت كان لسه صاعدين من الممتاز بيه انا كنتش موجود لسه مم. كان ان اداره النادي تعاقدت مع كابتن محمد يوسف فملحقوش بسرعه كده جابوا لعيبه من هنا ولعيبه هنا فكانت بدايه الموسم ما كانتش كويسه وبعدين حص يعني حصل تغيير في الجهاز مسك كابتن خالد جلال فتره كده ويعني كان في شويه نتائج كويسه شويه مش كويس وبعدين انضميت للجهاز الفني بقى في اخر 11 ماتش في الدوري في الموسم اللي قبل اللي فات الموسم اللي قبل اللي فات اخر 11 ماتش كنا في المركز قبل الاخير لكن عندنا... موقف كان صعب جدا جد. آه، كان موقف صعب جدا الحمد صعب لله ربنا كرمنا يعني مش كريم يعني لا. كل المنظومه الحمد مجموعة. لله ركزنا جامد جدا من اداره النادي والجهاز الفني كابتن خالد وبقية الجهاز كريم واللعيبه وكل يعني خدنا ماتش كل ماتش تحدي ما خسرناش غير ماتش واحد في ال11 ماتش الاخرانيين من ام بي 3-2 وكان ماتش حلو قوي وبعدين كل الماتشات بقى نتائج ايجابيه فوز 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 فوز, فوز. مصري جيش مقصه تعادلنا مع الاهلي تعادلنا مع الزمالك تعادلنا مع ال لا ده هو احنا بقى ماتشاتكم مع انبي هي اللي دايما بتبقى حلوه متشاط... كده سبحان الله بقى مش عارف بيبقى فيها دايما اهداف كتير ماتش الكاس السنه دي اه زي ماتش الكاس كده طب انت يعني بتقول لي ان هو دي بنسبه 70% عن ال عن الـ عن الفرقه اه طيب ايه بقى الطموح اللي ممكن ان انت بتفكر فيه السنه الجديده بقى خلاص الدنيا بقت خلاص اهي دلوقتي ستيبل وكل حاجه ماشيه تمام وعرفت حطيت ايدك على شويه م. حاجات مثلا حصلت السنه اللي فاتت ضيعت منك ابنات ايه تطلعاتك السنه الجديده مثلا؟ هو مش تطلع كريم بس ايوه يعني انا انا بتكلم إيه تطلعاتك ك تارجت النادي اه كالنادي يعني انا انا كجوايا والناس هتقول عليا مجنون انا م. عايز انافس على الدوري م. انا بالإمكانيات اللعيبه اللي عندي وبامكانيات النادي وإمكانيات إدارة النادي والجهاز الفني وامكانيات الماليه الصفقات اللي احنا بنجيبها من وجهه و... نظرك شايف ان الامكانيات الموجوده دي كلها تخليك تنافس والله والله هتنافس معايا لعيبه جامده جدا حتى اللعيبه اللي هم موجودين في النادي من الموسم اللي فات يعني م. احسن لعيبه في مصر في كل المراكز بعض الاضافات الصغيره هنبقى فرقه سوبر يعني بعض الاضافات الصغيره اربع خمس لعيبه كمان اللي احنا بنتعاقد معاهم دلوقتي انا انافس على الدوري ليه لا يعني يعني انت شايف ان انت ممكن تخش منافسه هو ده مش التارجت اه التارجت بتاع النادي ان احنا من ضمن المركز المربع الذهبي ان من انت شايف ان النادي وامكانياته يقدر ان هو يخش مع الاهلي والزمالك وبيراميدز آه في آه منافسه في بطوله طويله زي بطوله الدوري آه 34 آه ماتش اه اه بتركيز وباصرار وبلايحه ماليه كويسه وبتحفيز وبالاسماء اللي موجوده وبالاداره بالجهاز الفني عامه دايما نعم. كريم الناس بتتكلم في حته ال ان انت يبقى عندك اتزان في الفرقه ان انت يبقى عندك صبر من الاداره لو في اي حاجه او نتائج او اداء او بتاع الاستقرار بنقول ان هو مطلوب ودايما الناس كلها بتضرب المثل السنه دي بالبنك الاهلي مع م. فيوتشر على ان دوله الانديه بس اللي حافظت على الموضوع ده بالزبط. وبالتالي لا كقرار كمان الابقاء على الكابتن خالد جلال كمان للموسم الجديد بتشوف حته الاستقرار ديت إزاي؟, طيب. ازاي في البدايه انا عايز اتكلم عن رئيس النادي ومجلس الاداره مش مجامله ومش عشان انا شغال معاهم انا معايا اللي هو اشرف نصار ده شخصيه اللي هو دا جميل جميل حاجه اللي هو أشرف جميله جدا راجل متزن فكر كويس جدا هادي آه بتلاقيه جنبك وقت الخسائر والـ والـ والانكسارات اكتر هو العيش لخبازه بيتعامل معانا كلنا كل واحد في المنظومه كاب يعني مش كراجل بقى رئيس نادي وناس شغاله تحتيه لا م. بياخد رايك بيديك مساحه في شغلك آه عارف ان انت الحمد لله مش كريم يعني اي حد في المنظومه ان هو جايب احسن حد في كل حته انا ما شفتش معامله كده بصراحة يعني راجل جميل جدا ومخليني هادي مش مش قلقان بحاول ان انا اتحدى نفسي عشان اعمل احسن حاجة عشان الراجل ده وعشان الاستاذ محمد عبد المنعم المشرف على الفريق ومجلس الادارة والادارة العليا للبنك الناس بتعاملنا معاملة يعني عايز اقول لك كابتن بركات اي حاجة بنطلبها قبل ما يعني بنلحق نطلب بامانه ما بيدخلش في الشؤون الفنيه للفريق. بيسالني وبيسال مم. كابتن خالد ده مم. حقه ده رئيس نب... نادي لكن تدخل يقول لك لاعب فلان او ما تلعبش فلان لا بس بيقول الاخبار؟ مين مم. ماشي كويس؟ ايه الدنيا ايه؟ كلم كابتن خالد ايه الاخبار؟ شايف الدنيا ايه؟ طب إيه احنا مثلا الماتش ده ده, ده ده ليه مثلا ايه اللي حصل؟ كانش كويس؟ طب نعمل ايه معاه؟ نقاومه ازاي؟ ده ده, ده 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 دوره لكن تدخلات فنيه والكلام ده لا بس بيسال وبيعرف والفرقه اخبارها ايه واللعيب ده كان وحش ليه النهارده؟ طب شوف يا كريم اعمل كذا، شوف يا كابتن خالد طب كذا، طب ايه رأيكم لو نعاقبه لا مش الكلام ده في الإطار ده يعني. مم. بس. طيب قلت من خلال صفقات يعني... مش عايز محمد عبد المنعم كمان مشرف على الفرقة آه حاجة مم. اللي هو بقى الراجل اللي يعني أنا أخويا الكبير بقى أنا مش عايز أكبرهم في السن برضو حاجة جميلة جدا. لا يعني. هو واضح إن في حالة حب بصراحة. في المنظومة طيب. كلها. يعني المنظومة كل الناس بصراحة يعني أنا لما بسمع ما بسمعش غير كل. الحمد طيب. لله. طيب قلت من خلال صفقات ممكن الدنيا تتحسن احسن من كده بكتير وممكن انافس بدات صفقاتك وطبعا صفقه من العيار التقيل صفقه محمد محمد ابو جبل شفت ازاي الصفقه دي والله بص يعني خصوصا خلي بالك ده كان في اشاعات كمان حتى قبلها لو تفتكر قبلها بيوم مم. وقال لك ابو جبل كان موجود مع سيدة اللواء اشرف نصار وحصل تاتش ومش عارف حصل ايه انت عارف الكلام اللي بيحصل لا هو حصل وعلطاني. حاجات زي كده بس مم. مش بالشكل اللي مش بالشكل اللي, صور. اللي طلع آه. آه. طب قول منو... لنا بقى اللي حصل بالظبط في بنود عادة بقى. مثلا بيتناقشوا فيها اه مش ما عجبتش ابو جبل اه انت عايز يعدي بخصوص الشرط الجزائي برضو لا مش شرط جزائي والله كذا حاجه كذا حاجه يعني حاجات بسيطه جدا فحصل اختلاف طب اجل ما غط ما فكر سياده اللواء طب اشوف مش عارف كده يعني أه لا مش ما صدرت في الاعلام لا لا خناقه وحصل لا لا, لا لا مش عارف إيه عادي طارق ما طارق على فكره أه بتحصل في كل حته أنت أه بتعرض على اللعيب اللعيب بيجي مثلا كان اول مره يقابل سياده اللواء اشرف نصار رئيس النادي فقاعدين بيتناقشوا مش هو يعني في الوكيل معاه بيتناقش مع مدير التعاقدات عندنا في حضور سياده اللواء اختلفوا في بعض الحاجات فقال لك طب هنشوف هنعمل مش عارف ايه فاتأجل وساعتها هو شويه برضه ايه يعني خد على خاطره شويه عشان ما بضحكش عليك يعني اللي كان المفروض الامور تبقى جايه خلصانه ابو جبل عارف عارف عندنا في النادي ايه؟ بيحبوا اللي انت تبقى مقدرهم هيدوك عينيهم ايوه ايوه يعني ما تجيش بقى تتكلم في حاجات صغيره مالهاش لازمه ومش عارف ايه كده يعني. مش ابو جبل عامه يعني عامه عمتن اه بس اي حد. وحصل يومين ثلاثه وجي بعد كده مضى وخلاص طيب دلوقتي بقى عندك مثلا محمد ابو جبل وعندك حارس مصر كلها بتتكلم عنه وتعرف مصر كلها آه. الزنفولي. الزنفولي اه دلوقتي بقى وجود ابو جبل بقى مع الزنفولي هل ده ممكن يدفع الزنفولي ان هو مثلا يقول لك لا طب انا ممكن مثلا لو جالي عرض وعرض كويس فممكن البنك الالي يستفاد م. وانا اروح العب واستفاد لان ممكن ممكن يكون تفكيره كده انا بكلمك أي. على تفكير. لا تفكيره لا هو فعلا تفكيره كده اه وضع طبيعي هو اللي حقيقه فعلا كلمنا على فكره آه. ان ابو جبل هيجي طبعا ابو جبل جاي اكيد هو اللي هيلعب انا 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 هل كلمك ان هو ممكن يبقى له مثلا يروح حته ثانيه يشتغل فيها طيب انا مش عايز اتكلم على الزنفولي بس احنا عندنا كمان احمد صبحي حرس رائع حلو واثبت نفسه السنه دي وعمل ماتشات كويسه جدا. هو بتكلم على الزنفوله على اساس انت اه ما لازم اتكلم الحرس على مركز حراس حرس الحارس الاساسي أوه يعني بالظبط وعندنا احمد السعداني كمان بس مم. كان ظروف السنه دي اتعور كتير ما, ما اشتركش كتير ما لعبش كتير يعني فما شاء الله التلاتة الزنفولي نفسه عمل موسم رائع رائع رائع, رائع. 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 وخلي بالك لو حصل هو خطا هو, حرس هيل. 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 هو حارس مرمى هايل هايل هاي. وعنده اتزان كده ويعني هو كان تعبنا في في الزنفولي ولا الزنفالي بس هو <applause> لا هو الزنفالي على فكره أوه. هو الصح بتاعها الزنفالي <applause> احنا بنمشيها زنفولي بقى خلاص ما زنفولي احنا <applause> <شخنة> بنقول له زنفولي <applause> يعني هو زنفولي تحس ان هو زنفولي شكله زنفولي فقال لك انا عايز اقف فجي لما عرف ان احنا بنجيب ابو جبل قال لي يا كابتن كريم انا الجون الاول في الفرقه وانا بلعب وانا الراجل الاساسي ولاعب 85 90% من الماتشات فايه الوضع قلت والله يا انت موجود ودي منافسه مع ابو جبل ومع احمد صبحي ويعني في قال لي لا انا عايز العب على طول وعايز مش عارف كذا وكذا وكذا قلت له خلاص لو في عرض مناسب ليك انا عايز مصلحتك كنادي بنك اهلي عايز مصلحه الفريق وعايز مصلحه اللعيب كمان خصوصا ان اللعيب يعني اشتغل معايا كويس ومقصر فهو عنده عرض على فكره عرض قوي من احد الانديه الكبيره يعني و م. مصري؟ اه نادي مصري م... نادي في الاول لا المصري؟ لا لا مش المصري ماشي... الاتحاد على فكره هو اسمه مطروح في كذا حته في فيوتشر عشان يعني ما آه. آه. اه يعني كانوا اتكلموا ان هم ممكن عايزين ما يسيب ابو جبل بقى هيروح لجيل ما هي خلي بالك هو لازم يبقى عندك حارسين وثلاثة أوه. بمستوى عالي. خد بالك في ناس بتبقى الموضوع دوت بالنسبه لها كريم م. في حراسه المرمى بالذات تقيله يعني يقول لك ايه اللعيبه ادينا في 10 لعيبه في الملعب صح. فانا ممكن اشتغل هنا واشتغل هنا ده لو عي ده لو تعب ده لو مش في مستوى. صح. هو مكان واحد. اه بس م. هو المكان الواحد ده مع مدرب ما بي سياسه الدور ما بيفضلهاش م. لا اللي موجود واللي قاعد شغال فدوت ممكن بيبقى عامل لنوع من انواع الاحباط لحارس المرمى، خصوصا صح. لو في حاله الزنفولي كحارس كبير واساسي وشغال كويس. بالظبط بس خلي بالك هي منافسه كابتن بركات ما م. ممكن الزنفولي يبقى احسن من ابو جبل، لو م. الزنفولي يعني استمر في الفرقه ما راحش العرض اللي جاي له يعني. فهي منافسه واحنا لا. عايزين دايما منافسه ما ساعتها مش هنخلص من ابو جبل ما هنعمل انا اللي مدير الكوره بقى ساعتها مش هنخلص من ابو جبل عارف الحراس كمان يعني <تصفيق> <تصفيق> اه انا عشان كده دايما بقول لك حته مدير الكرة ده حاجه مم. صعبه جدا يا كريم ان انت ازاي بتتعامل مع اللعيبه هي الناس فاكره الموضوع ايه ده مدير الكره ده راجل لا. قاعد واو. على كرسي الاول وخلاص وانتهى الموضوع ازاي انت بتسيطر على اوضه اللبس وشايف الحاجات والحاجات اللي انت المفروض تتدخل فيها بشد صح؟ والحاجات اللي انت المفروض تتدخل فيها كده بمجدعة وتخلصها من صح؟ غير ما تعمل مشاكل يعني ما بتتخنقش ساعات وتقول انا لا ايه اللي لا في طبعا المكان. ضغط كبير جدا خلي بالك انا مسؤول عن الجهاز الفني مم. ومسؤول عن اللعيبه ومسؤول عن الجهاز الاداري والطبي والعمال اللي بيساعدونا وانا حلقة الوصل ما بين ادارة النادي والجهاز الفني لا واعتقد قطاعات الناشئين بما انك المدير لا يعني قطاع الناشئين يعني, و... يعني كابتن خالد الله موجود م. السنه دي والسنه اللي فاتت علاقه بيه مك... لا بنتكلم بنطلب منه حاجه هو بيطلب مننا حاجه لكن كابتن خالد اسم كبير يعني هو بيدير القطاع لكن انا انا مسؤول في النادي مدير رياضي في النادي لكن حل. بنتكلم في كل حاجه مع اداره النادي واللي هو اشرف كل حاجه هو مدينا مساحه كويسه جدا بس هو القطاع ده مسؤول من الكابتن خالد الله يعني طب قول لي مين اكتر لعيب في الفرقه عندك بيتعبك يعني بتتعب معاه قوي بس كده لحد ما ايه مم. يهدى إيه يجي يكلمك في حاجه مثلا ولا في مشكله علشان مثلا ايه تحلها له يعني دايما بيبقى فيه احمد ياسر اه احمد لا آه. احمد ياسر ده بقول لك ايه انا من زمان آه. من ساعه ما شفت احمد ياسر انا معجب باحمد ياسر هو لعيب كويس قوي لعيب كويس قوي من اللعيبه اللي هي لمستها في الكوره كويسه مم. وحلوه ويكيفها الكوره هو لعيب آه. كويس انا بتبسط بقى بيه امتى الاكثر من الملعب لما بيبقى بم... في برنامج تلفزيون كارثه <applause> <كرسة تصفح> حاجه تانية <ده جميلة> كارثه <applause> علي أي حد كارثه <applause> هو بس السنه دي احمد ياسر حظه وحش جات له اصابات عضليه كتير الضمه <تضمى> الاماميه فاغاب كتير فكان متعصب وعايز يرجع بسرعه فكان بيجي يتكلم معاه كتير وانا كنت ب.. يعني باخده بامتصه كده وساعات ما كانت كابتن خالد طبعا لسه راجع من اصابه وهي كان عايز العب ودخلوني وش عارف ايه فكابتن خالد طبعا في لعيبه تانية بتلعب وفي ناس ركبت في المكان ده وفي ناس اتمرنت فحقها ان هي تكون موجوده احمد ياسر كان بعيد شويه عشان اصابه هو احمد ياسر سياسته حتى في الكلام في اي حاجه الارقام اه وهو دايما سياسته أنه كل... بس عايز يطبقها على نفسه <تصفيق> <تصفيق> لو طبقها على نفسه <تصفيق> <تصفيق> لا بس هو لعيب كبير ايوه لا لعيب كويس قوي لعيب وبعدين السنه الاولى اللي هي مش السنه اللي فاتت دي اللي قبليها كان مم. اساسي في الفرقه الراجل ما بيخرجش الملعب هي الاصابه بس اللي بعدته يعني بس بنقعد نتكلم في الموضوع وبعدين يعني اقول له خلاص كذا هنعمل كذا 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 وبعدين نروح أعيد تاني اقول له ما لسه قايل لك ممكن نعيد في المكالمه مثلا خمس ست مرات نفس الكلام أقول <applause> له ياسر ممكن انام <applause> مراتي بس ممكن يا ياسر تقفل <applause> طب بص للكاميرا دي كده بقى وطلعنا لنا فاصل عشان انت خلاص بقى انت دي؟ اه ايوه آه. ماشي يلا نطلع فاصل مع أو اللي في وشك اهي كده اهو كده آه. كده نطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن محمد بركات <applause> إسلام إسلام هو الأهل إسلام الكاوي إسلام؟ آه الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر، كريم الأكبر أهلاوي؟ إسلام الأصغر، بالرغم من أنه ثلاث سنين، لكن كلمة الخطيب دي بقوة على طول دايما انا بشوش اقول له قول قول حسن شحاته يروح يقول لي خطيب يعني صحيح والله يعني ده مش اه يعني ما يقدرش مش قادر يعني يمكن عشان الاعلانات بتاعة الخطيب في التلفزيون وبتاع فبيسمع الخطيب كتير اخر ما زهقت رحت جايب له الشريط بتاعه قلت له اتفرج فقلت له شايف قول لي بابا فانا بقول قول حسن شحاته يقول لي خطيب يا ابني قول حسن شحاته يقول خطيب يعني الشريط ما اثرش بقى اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتاد اديني تعليق على الفيديو ده بصراحة والله الفيديو ده لسه شايفه على النت قريب أنا كنت أول مرة أشوفه مم. كان يظهر كابتن حسن معزوم في حفلة فيها مجموعة من الفنانين أستاذ محمد رضا وأستاذ سمير غانم الله يرحمهم أستاذ فريد شوقي طبعا فأنا أنا أول مرة أشوف الف... يعني مش فاكر طبعا بس كان حفلة أكيد وكابتن حسن بقى أتكلم على أخويا الصغير إسلام ان هو يعني كان لسه عنده ثلاث سنين انا كان عندي سبع سنين في في الفيديو ده ان يعني كان ساعات زمان في اعلان كابتن خطيب كان بيتذاع في التلفزيون فكان اسلام اخويا كان شغال كالخطيب خطيب آه. <applause> المعجون بالزبط. معجون بالظبط <applause> <applause> وفين اسلام بقى؟ اسلام آه... ماسك في شركه ام بي مسؤول في شركه ام بي يعني اه في, في الشركه كشركه اه يعني ملوش علاقه وكان ماسك في قطاع الناشئين برضه بس ما فيش تفرغ بقى فالشغل مع, <applause> مع كوره فهو الشغل فركز في الشغل يعني طيب كلمنا على ابو جبل كنتوا محتاجين باك رايت واحمد توفيق جه عشان يلعب باك رايت ولا علشان برضو لقيته ان هو بيلعب بي ديفندر على الدايره برضو. واحمد توفيق جوكر بيلعب باك رايت وبيلعب ديفندر وبيلعب باف رايت 6 و8 وباك رايت بيلعب كذا مكان بس احنا عندنا اسامه ابراهيم كمان هايل عمل موسم هايل اسامه ابراهيم السنه دي لا ده مش اسامه على فكره الفرقه كلها بس انا دايما أوه. ببقى معجب انا كان عشان المركز يعني انا بس انا دايما مم. ببقى معجب باللعيبه اللي هي المخضرمه اللي أوه. هي ابتدت تكبر في السن ولحد دلوقتي قاعد كل واحد ماسك نفسه يعني أنا أنا زي عندي... ما بتكلم على اسامه ومعجب أسامة اقول لك الناحيه الثانيه على عاصم عاصم ما شاء الله عاصم بص حاجه تحفه يعني عاصم آه فدائي مم. يعني لعيب كورته حلو قوي عنده الكروس باص او الكور العرضيه بتاعته نموذج الكور الثابته الفاولات والحاجات اللي حوالين 18 حاجه جامده كورته حلوه في الملعب دفاعيا قوي جدا عنده قلب في الملعب غير طبيعي كابتن فرقه يعني بص مريحني كابتن بركات يعني هو مش عايز اقول مساعد لمدير الكوره يعني انا وهو احنا بنكمل بعض جوه الاوضه اللعيبه بتحبه جدا أه بيساعدني بشكل كبير جدا يعني حاجه وفي في قعود محمود قعود في دبش انا بتكلم على اللعيبه الكبيره اللعبة يعني كبيرة. أه مين تاني بامبو بسيوني بسيوني ناصر منسي قعود فتحي محمد فتحي احمد سعيد هلال لا بص يعني مجموعة مش عايز انسى حد والله محمود سيد محمود سيد ده حبيبي ده محمود, محمود سيد ده عشقي ده محمود سيد ده بص يعني الله يكون في عونه بالاصابات اللي عدت عليه دي آه يعني لا, بص لا السنة دي على فكرة كان كويس قوي آه ما كانش فيه اصابات كتير ما انا بقول لك السنين قبل كده. اللي قبل كده. قبل كده بص دلوقتي بيأدي و محمود سيد ده حاجة كمان بص مش موجودة في الحياة دلوقتي بني يعني ادم طيب جدا ومخلص جدا بص انا دخلت الفرقة دي يعني حبيتهم اكنهم عيلتي يعني فعلا والله طيب خلينا نتكلم يا كريم مثلا خلاص احنا مثلا انت جبت ابو جبل جبت احمد توفيق هيبقى طبعا اكيد عندك صفقات تانية حاطط عينك عليها اكيد احنا جبنا ناس يا كابتن بركات مش عشان احنا عندنا لعيبه قليله لا انت, انت احنا بن انا بنقوي بالظبط في منافسه بالظبط و... اللي بيكسب كل البطولات بالزبط. هو كل حتى سنه حتى السولفولي كان هايل السنه دي يعني مش وابو جبل ان شاء الله ربنا يكرمه طيب خلينا اكلمك على اللعيبه مثلا اللي عندك اللي هي جايلها مثلا عقود وفعلا جالها كلام عقود رسمية، عندك مين من النادي اتعرض من اندية تانية طالبين لعيبة من عندك؟ بص هو يمكن الاندية أن التانية عارفة ان احنا متمسكين بلعبتنا، مم. واحنا كنادي بنك اهلي بت... بت كل سنة بتقوي الفرقة وعايز عندك تارجت عايز تحققه وعايز تنافس وعايز تبقى في المربع الذهبي فاحنا يعني العناصر الاساسية ما بنستغناش عنها، يعني الفلوس ما بتغرناش ان انت مثلا يجي لك رقم كبير في لعيب فتمشيه، لا مم. او تبيعه، مم. احنا يعني جالنا في احمد ياسين وجانا في في ناصر منسي هو دايما بص انا هكلمك آه. يعني بالاسماء دايما دايما البنك الاهلي مقترن بالاسماء بتاعت احمد ياسين وناصر منسي مانسي ومحمد هلال دايما دول يمكن هلال آه. كمان آه. في و... و... وكريم آه. حتى لو مش بشكل رسمي لكن في ناس في تليفونات بيكلم اربع اسماء دولت يعني آه. بس هو الناس عارفه او الانديه عارفه ان احنا قافلين اه يعني صعب ان انت تلاقي حد من الاسماء ديت بره النادي الموسم اللي صعب. جاي حتى لو عرض كويس هيفيد النادي إيه العرض و... كويس مالي ما مش مش قصه النادي مش مش الهدف بتاعه انه يستثمر في اللعيبه في الفلوس وكده لا هو بهدف تقويه الفريق بس هو ده طبيعي زي ما بتجيب لعيبه اكيد هتمشي لعيبه ما انت اصلا مش هينفع حد يفضل فيه في فيها خمس ست لعيبه يعني في لعيبه ممكن أوه. يكون مش موجودين بس طبعا دولت انا مش هينفع طبعا ان انا اسالك عليهم لا لان ما, طبعاً. ينفعش طبعاً. ما ينفعش انا فاهم انه ما ينفعش طب شفت مثلا واحد زي ناصر منسي مثلا شفت انضمامه للمنتخب ازاي او هو شاف هو شاف يعني عارف ان ناصر ده يعني شخصيه طيبه جدا يعني ناصر لعيب كويس قوي عنده كل الصفات المهاجم السوبر بيلعب بدماغه كويس قوي شويت، الكور العرضيه بيتعامل معاها كويس جدا تحركاته محطه بياخد الكور العاليه كورته حلوه ممكن يعمل لك اسيست يعمل 1 2 هو بامبو وهو الهلال عنده وبعدين حظه حلو بقى ان فيتوريا جه يتفرج على ماتش امبي في الكاس 4 4 4 جاب 4 تجوان اه فكان حل... بس هو يعني ناصر مانسي طول عمره لعيب منتخب اولمبي يعني لعيب دولي وطول عمره بيجيب جوان بالظبط بس هو من ساعه ما انضم ل... للبنك الاهلي و... على فكره ناصر جانا في شهر اثنين في اخر يناير وبدا معانا الماتشات في شهر اثنين يعني هو مش بادئ معانا الموسم اشتريناه من بيراميدز فمن ساعه ما جه عمل اضافه كبيره جدا في في الفريق يعني كان ناحيه تهديفيه اكيد معنوياته في السم لا هو كمان ولد كويس جدا ومجتهد وعايز عنده حافز عايز يبقى احسن مهاجم في مصر و يعني انا شايفه ما شاء الله بيأدي بشكل كويس ومركز يعني مركز كويس متوقع تخلص في كام صفقه غير الاثنين اللي خلصوا بس يعني احنا السنه دي كلام مع كابتن خالد جلال وسياده اللي هو اشرف نصار واستاذ محمد ومجلس اداره الفريق والجهاز الفني يعني احنا مش عايزين نزود خمس لعيبة ست لعيبة بالكثير جدا يعني مدى رضاك عن المحترفين اللي عندك عندك دواره عندك معروف يوسف أوه، عندك يع... يعقوب, يعقوب وح... أوه. يعني لا ما شاء الله كلهم وحسن. مميزين جدا مم. معروف لعيب محترم جدا وخبره كبيره وانا عايز اشكره ان معروف يوسف عقده بينتهي الموسم ده مم. مش هيبقى معاك الفتره اللي. و... لا مش هن... مش هيتم تجديد هو كان عقده موسمين وعمل موسمين يعني ما شاء الله عليه خبره وتاريخ كبير لمعروف و شخصية كمان جميلة جميلة و... بس خليني أكلمك برضه آه. بصراحة آه. يعني برضو يعني المردود بصراحة بتاعه برضو ما بقاش زي هو اتعور كتير اه يعني عشان أكون معاك آه. صريح آه. يعني اه كتير وبرضه في مكان معروف فيه محمد فتحي عندنا قوة كبيرة عندنا أحمد سعيد محمود سيد محمود سيد آه. لعبة مم. مم. آه. في حسام الصانع بس حسام الصانع كان مصاب ورجع الحمد لله فبرضه الحتة دي فيها لعيبة كتير فطبعا ماتشات كتير وكده ومعروف كان بيلعب فترة ممكن يتعور بعد شوية لكن كل واحد ادى دوره بصراحه السنه دي ما حدش قصر يعني يعني معنى كده منكلمك كلامك إن حيبقى هيبقى في محترفين ممكن جداد في الفريق اه ممكن يبقى في اتنين محترفين ممكن يبقى فيه محترفين اسحق مع اسحاق يعقوب ومع موسى ديوارا وبرضه اسحاق وموسى الاتنين انما موسى شغال معاك موسى انا له سنه في عقده اه مكمل معاك وهيبقى موجود اه موسى وحش انا عارف ان هو وحش, وحش. رغم ان هو يعني دلوقتي ما بقاش بياخد دايما بصفه اساسيه هو لي آه يعني. هو ليه ماتشاته كابتن خالد كده اه بي... يا فاهم هو دايما اه ليه ماتشاته كان الاول كان ممكن ينزل ياخد ال 90 دقيقة انما آه. هو دلوقتي ممكن فعلا ما بقاش بياخد زرق. طب واحنا نتكلم على الصفقات كده كريم سواء اللي هيجي لك او اللي طالع من عندك او مم. اللي اكلمك في اسعار اللعيبه تمام انت شايف اسعار اللعيبه السنين اللي فاتت دهيت الكام سنه اللي فاتت شايف... شايفها ازاي؟ وإنها وصلت لل طبعا جامد جدا. شايف إن ده وضع طبيعي ولا شايف إن الموضوع أوفر؟ لا أنا شايف أوفر. أوفر. أوفر جداً أه أو بس م. هو طبعاً بيراميدز لما دخل من سنتين تلاتة علا السوق جامد جداً. م. فبقى في أنت عايز تشتري لعيب سوبر فبدأ ان أنت الأرقام بت بت بتعلى فأنت عشان تلحق الأرقام دي فلازم تحط أرقام يعني م. قريبة. بس م. على فكرة إحنا كنادي بنك أهلي أرقامنا متزنة جداً. م. ما بنروحش يعني فوق العشرة 10 مليون. في صفقة مقفولة يعني مم. ممكن لو لعيب فري ودولي وكذا ممكن يعني ده لو انت مثلاً هتدفع الفلوس ده للنادي عشان تخلص الصفقة لا, لا. كمرتب لا يعني الصفقه كلها سواء بقى مرتبط بنادي او مش مرتبط بنادي ما تزيدش عن ما تزيدش طيب اه يعني انت تسمع ارقام 20 و30 دلوقتي آه, اه لا احنا آه ما بنزودش على في اللي بيبقى آه. 16 ويجي يقول لك مثلا لا انا عايز ازود ل 25 طب انا هقول لك على حد. لا ما كده لو كل... انت لو تقدر م. تديني المعلومه يعني انت مثلا خلينا اقول لك متوسط الراتب بتاع اللعيبه عندك كام في الـ في انا مش عايز اقول ارقام يعني متوسط انا مش عايز ولا اسماء حتى يعني هتلاقي واحد بياخد مليون وهتلاقي واحد بياخد اثنين ثلاثة. اه يعني في الكلام الكلام ده موجود يعني اه لا اصل في ناس مصوره مثلا في ناس سته في ناس سبعه ده وضع طبيعي مب... انما في ناس مصوره مثلا النادي البنك الاهلي عشان امكانياته لا 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 بيجيب ويقدر يشتري بص يا احنا عندنا ميزانيه بتتحط من بدايه الموسم اللي هو اشرف نصار والاستاذ محمد ومجلس اداره بيطلبوا ميزانيه من البنك في حدود المتاح مم. مش ميزانيه احنا احنا النادي مش ميزانيته ميزانيه البنك احنا في ميزانيه بتخصص لل... للنادي. للنادي للفريق طب أسألك سؤال لو تقدر تجاوبني يعني ايه؟ يقال ان مثلا ابو جبل لما مضيت معاه ان هو مثلا عقده اعلى عقد لاعب احنا عندنا فئات حارس مرمى في مصر لا 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 خالص لا لا, لا. كل الحراس في الانديه الثانيه عواد اعلى من ابو جبل م. انا مش عايز اقول الكلام ده عشان ابو جبل ما يزعلش ايوه فلا لا مش الكلام ده, ده, ده مش مظبوط لا 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 عندنا اتزان جدا في موضوع النواحي الماليه دي طيب خلينا اخرج من من البنك الاهلي واكلمك بقى ككريم الزملكاوي تمام الزمالك طيب. كسب الدوري عن جداره واستحقاق طبعا محدش يقدر يتكلم طبعا رغم الصعوبات وكده عنده مباراه صعبه جدا مم. بكره مع الهلال انا مصر انها مباراه طبعا شرفيه طبعًا. بطل الدوري وبطل ولكن يعني شايفها إزاي مباراة بكرة وممكن الزمالك يحقق فيها؟ لا مباراة قوية جداً وصعبة م. جداً م. الهلال كمان خلي بالك لما الأهلي كسب الهلال 4-0 في كاس العالم الأندية فخلى النادي الهلال مضغوط ومش عايز يخسر كمان من الزمالك خصوصاً الزمالك برضو كسب الهلال في 2018 في السعودية 2-1 هو الراجل النهارده علق مدرب المدرب رامو الهلال رامون دياز آه. اه علق على الموضوع ده قال ايه؟ لك كل مباراه ليها ظروفها يعني والكروت الحمراء الظروف الماتش آه. والكروت الحمراء رغم ان هو ما كانش موجود ما يعني. كانش موجود مم. هو طبعا الهلال كان خسر من الاهلي كان اطرد منه مم. لعيب بس الاهلي كان اثنين اه اثنين بس كان واحد اتطرد في الشوط الاول وواحد اتطرد في الاخر في الشوط الثاني صح؟ لا كان الاثنين في الشوط الاول تقريبا والله هو كان انا فاكر كانوا اعتقد ولا مش عارف كان اسمه ايه كده كان الطرد في الاول في اول ربع ساعه و... لا لا الطردين الطردين اعتقد مش فاكر الوقت بالظبط آه. ف... المهم مباراه صعبه آه. مباراه صعبه الهلال بطل اسيا الهلال بطل الدوري السعودي الهلال بقى له ثلاث جولات بيلعب في الدوري السعودي فاستعد كويس م. للموسم هم بس اكدوا لي دلوقتي ان الطردين كانوا في الشوط الاول بس انا عايز اقول أوه. لك على حاجه هو بغض النظر عن الطردين في الشوط الاولاني عايز اقول لك النادي الاهلي كان كسبان 2-0 النادي النادي الاهلي كان كسبان 2-0 قبل الطرد او 1-0 قبل الطرد بس النادي الاهلي كان نازل راكب الماتش اه يكسب لا لا الاهلي كان هايل الاهلي كان هايل الاهلي ما يا مش عشان الطرد هي ممكن نتيجه, في نتيجة ده. بص يا كابتن الاهلي كان هيكسب هيكسب الهلال مم. ممكن بس الطرد ساعد على زياده النتيجه بالظبط لان الاهلي كان راكب المباراه من, من بدايه حول. الماتش مش آه. تقليلا من فوز الاهلي خالص الاهلي كان هيجي لا لا خالص اه بالظبط فكل الحاجات دي بتضغط على نادي الهلال ان هو مش عايز يخسر بقى للمره الثالثه من الاهلي او من الزمالك والهلال زي ما قلت لك بطل اسيا وبطل الدوري السعودي وبعدين استعدوا كويس قوي السنه دي حتى هم متصدرين الدوري السعودي بتسع نقط من ثلاث ماتشات العلامه الكامله ما دخلش فيهم اجوان جايب دخلش فيهم اهداف خالص 2-0 2-0 بالظبط خمس جايب خمس اجوان في الثلاث ماتشات ما انا لسه امبارح كنت في البرنامج قريت الارقام فمعايا يعني ف سمعت انك خدت اجازه خدت اسبوع بس اه يعني أسبوع. سمعت ان انت خلصت الموسم يعني اسبوع 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 الزمالك بقى فرقه قويه جدا مفنشين الدوري وكاس بمستوى رائع جدا في روح معنويه عاليه جدا مستر فيريرا عمل سيستم للفرقه السنه اللي فاتت ان انت بتلعب ما بتعتمدش بقى زي زمان الزمالك اللي هو بتاع النجم الواحد لو فلان مش كويس الفرقه تبقى وحشه لا بقى في سيستم اي حد بيغيب سيستم شغال طريقه اللعب شغاله اي حد حتى من لعيبه الشباب بيكون موجود ما بتحسش ان في حد ناقص بس انا خايف يكون اي حد من الشباب اللي علمه مش كويس ابص اتفاجئ ان لما الاقيه بره هزعل الاول والله لا 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 والله لا. لا. أصل الزمالك الأول. ما عملش لسه صفقات كتير خلي بالك الزمالك جاب زكريا الوردي وابراهيم انداي وفي بعض اللعيبه المصريين لسه فيهم كلام ومفاوضات وكده يعني الاضافات اللي هتكون في الزمالك مش كتير م. حسب ما انا سامع يعني او عارف الاحداث ماشيه ازاي ف توقعك مثلا ف... فانا عايز بس اتكلم كمان على جمهور الزمالك م. ان جمهور الزمالك دايما بيدي باور للفرقه غير طبيعي. شفت الاستقبال امبارح في قطر عامل ازاي؟ شفت و... لا وبعدين جمهور الزمالك سيبك ده انا كنت دايما لما بقعد هنا اقعد اتكلم اقول لك ياما ياما لعيبه الزمالك عملت في جمهور الزمالك آه. ومع ذلك الزمالك تلاقيه واقف في المدرج وقاعد بطوله ورا بطوله وقاعد وبيشجع صح وربطولة وربطولة وقاح صح, صح. جمهور الزمالك مخلص جدا م. مع فرقته دايما في المكسب وفي الخساره انا لو لعيب وشفت المنظر ده كابتن بركات وحضرتك شفته اكيد مع أوه. مع الاهلي طبعا. كتير طبعا. ومع المنتخب اموت نفسي في الملعب وده اللي بيحصل من لعيبه الزمالك انا شايف ان كمان السنه دي في طفرات في مستوى لعيبه الزمالك بدايه من عواد الوينش انا بتكلم على عمود الفقر للفرقه امام عاشور زيزو سيف الجزيري إيه يعني شيكابالا لما بينزل او بيكون حتى لو بينزل دايماً فترة دايما الفرق موجود بالظبط فلا ان شاء الله الزمالك يعني انا اتوقع ان الزمالك يكسب ان شاء الله 2-1 او 2-0 ان شاء الله ماتش مش سهل طبعا بتلعب فرقه كويسه خلاص ما انت خليتهم 2 بقى 0 او 2-1 تقول لي بقى مين اللي هيجيب لي جوان بقى كمان والله سيف الجزيري هيحط انا عايز اشوف بقى الحته بص بقى الحاسه آه. الاعلاميه بقى سيف الجزيري سيف الجزيري بص انا هديك ثلاث اسماء اثنين منهم هيجيبوا اهداف ماشي سيف الجزيري ولا تديني 10 اسماء لا لا ثلاثه <applause> سيف الجزيري <applause> وامام وزيزو ثلاثه دول دايما اللي هم يعني تسديد المهارات امام وزيزو وسيف ان شاء الله اثنين منهم هيحرزوا اهداف الزمالك مم. ان شاء الله ورب النتيجة تبقى اكبر يعني بس هو ماتش صعب مش سهل يعني خبيث جدا على فكره ان يعني هم كده كده اقرب ناس تجيب الجون <applause> ما هم <applause> <applause> اقرب فعلا اقرب ناس تجيبها هم اللي بيلعبوا على الجون كتير يعني طيب آه خلينا مثلا ايه لو قبل ما اقفل معاك ونخلص وقلنا مثلا نبدل الادوار مثلا وهديك فرصه تسالني سؤال واحد بس اه لا بلاش هتزعل انا جاي محضر لك لا بلاش احنا قاعدين حلو يا عم الكريم انا شو كنت عايز اسالك السؤال ده من زمان ايه لا بلاش بلاش لا بلاش مش هتجاوب لا بص بص حسيتك والله العظيم حسيتك هتسال ايه ايوه شرفتني شرفتني ونورتنا يا <تصرفتني> كريم وان شاء الله اكيد يعني هنتقابل كتير بقى حبيبي يا ربنا يكرمك ويوفقك في شغلك وفي اتحاد الكوره وتعملوا لنا السنه دي بقى ان شاء الله مع رابطه الانديه طبعا دوري قوي وتعالجوا كل السلبيات اللي كانت موجوده في الكوره الفتره اللي فاتت ان شاء الله وانتوا نجاحكم من نجاحنا وان شاء الله يبقى موسم كويس اللي جاي وانا إن بهنيك طبعا على الموسم اللي, اللي فات الله يخليك وتعبت فيه جدا انت والكابتن خالد كلنا كل كل الموسم كلكم ولكن انا عارف تعبك بالظبط فانت يعني بقول لك مبروك الحاجات الحلوه لله. اللي, عملتها وان شاء الله لله. الموسم اللي جاي تبقى موفقين باذن الله شرفتني النهارده حبيبك يا كابتن كده انتهت حلقتنا من الريمونتادا ان شاء الله اكون معاكم بكره وحلقه جديده